القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. لم يكن مصطفى بن خميسة يظن أن اليوم الأخير في العطلة سيكون شاهداً على اقترافه جرماً كبيراً. في 26 من غشت من العام 88 900 ودع والدته وإخوته وانطلق قافلا إلى فرنسا، حيث يقيم منذ العام 80 900. انطلق فجرا برفقة أحد أبناء عمومته يقيم هو الآخر في فرنسا. كان دوار البرحلة القريب من بنغرير يغط في نوم عميق. كثيرون هم الذين يجدون للنوم حلاوة خاصة في ساعة الفجر تلك، لعلها حرارة الصيف. عانق والدته، عيناها تدمعان كما دمعت عيون إخوته وأخواته، يعلم أنها لحظة الفراق. خلال السنوات الماضية أيضا لما كان يغادر دمعت عيونهم ودمعت عيناه، ثم بعد بضعة كيلومترات تهدأ نفسه ويتحول كل تركيزه على الطريق وكل تفكيره إلى ما بعد العبور واجتياز المضيق. الذي يرافقه واسمه اليزيد كان قد استقر في فرنسا منذ 4 سنوات بعد زواجه من امرأة عمرها 3 أضعاف عمره. لم تأتي معه إلى بنغرير حيث تسكن عائلته. قيل إنه يحرص على ألا ترافقه حتى لا يقال إن اليزيد ولد الحاج العربي تزوج عجوزا من الغابرين طمعا في أوراق الإقامة. هو يعلم مع ذلك أن كل معارفه وأقاربه يعلمون طبيعة زواجه ذاك الذي لم يفقد 4 فتيات من العائلة أمل أن يأتي لخطبة إحداهن واصطحابها معه إلى فرنسا. ربما قيل له تلميحا وإشارة أن شابا في مثل عمره ولم يكن وقتها قد تجاوز 26 تتمناه زوجا أجمل فتيات العائلة. كان قليل الكلام خجولا. لما وصل إلى مستوى ولد حسون لم تكن الشمس قد أشرقت بعد. كانا منهمكين في حديث عن العطلة التي ولت وعن الذي ينتظرهما هناك في فرنسا. قال مصطفى إنه سيجد في صندوق البريد من الرسائل ما سيشغله أسبوعا كاملا على الأقل، ومضى يذكر ويعدد الإدارات والمكاتب التي سيتعين عليه أن يطوف بها. كان اليزيد يحرك رأسه موافقا، ثم في لحظة صاح: احذر احذر! بقرتان نطتا إلى الطريق. احتكت العجلات محدثة صوتا رهيبا رافق الفرملة المباغتة. استطاع مصطفى أن يتفادى البقرتين. رآهما اليزيد تعدوان في الحقل المترامي الأطراف جهة اليمين، ثم سمع صدمة قوية. التفت إلى مصطفى فرآه ممسكا بالمقود بقوة وهو يعض على شفته السفلى. اهتزت السيارة قبل أن تقف، ثم انتبه اليزيد إلى أن مصطفى صدم رجلا، لعله كان يجري خلف تلك البقرات. نزل فرآه وقد تكوم على نفسه على جانب الطريق. أسرع نحوه على عباءته المخططة بالأسود بقع دم. كان يتنفس. نزل مصطفى بعد أن ركن السيارة على جانب الطريق وشغل إشاراتها الضوئية. لما وصل كان الرجل يسلم الروح. إنه يموت، قال مصطفى. ماذا سنفعل؟ سأل اليزيد. التفت مصطفى ذات اليمين وذات الشمال. لا أحد يبدو في الجوار. لم تمر أي سيارة. نظر إلى اليزيد. هل تريد أن تسجن أم تريد أن تعود إلى فرنسا؟ لم يكن لديه من الوقت ما يتيح له التفكير. بسرعة قال إنه يريد أن يعود إلى عمله في فرنسا. اركب إذن. لم يحدث أي شيء. جاء إلى السيارة وقد التفت مرات كثيرة جهة ذلك الشاب الذي صدمه مصطفى بسيارته. كان لا يتحرك. انطلق مصطفى بسرعة جنونية. ظل صامتين. لاحظ مصطفى تلك السفرة التي علت وجه اليزيد. لم يكن من صوت سوى ما يأتي من المحرك. لما اقترب من صخور الحمنة صادف حاجزا للدرك. طلب من مصطفى أوراق سيارته
ولما تثبت الدركي منها أعادها إليه وأذن له بمواصلة الطريق. لما تجاوز الحاجز نظر اليزيد إلى مصطفى، ربما أراد أن يقول شيئا ولكنه عدل عن ذلك. لقد صار بعيدين الآن عن أولاد حسون. قال مصطفى: اسمع ابن العم، ينبغي أن يظل ما حدث سرا بيننا، لا تنسى أننا شريكان في الذي حدث. لم يرد اليزيد بل أطرق يفكر: هل سمعت؟ ينبغي أن نقبر الذي حدث هنا. كانت نبرته تكشف حالة النرفزة التي بلغها. لا تخش شيئا، لن يعلم أحد. كذلك قال اليزيد، من نبرته يفهم أنه خائف. أكثر من مرة ذكره مصطفى بأن كل بوح بالسر سيقودهما معا إلى السجن، وأن عليهما أن يحتفظا بحريتهما ويحرصا عليها. ثم قال له إن ذلك الشاب إنما ساقه قدره إلى ذلك المكان وفي تلك اللحظة التي كان يمران من هناك، هو قدره. ما لن يعلماه وهما في الطريق إلى طنجة لركوب السفينة والعبور إلى الجزيرة الخضراء أن أولاد حسون اكتشفت ما أن طلعت الشمس جثة الرجل. تم إخبار رجال الدرك وتسلسلت الإجراءات، ثم أذن لأهله أن يدفنوه في مقبرة أولاد حسون. خلف الرجل واسمه الطيب زوجة شابة كانت حاملا وبنتين. وضعت زوجته 3 أشهر بعد رحيله المفاجئ ذاك. كان ولدا أصر جده أن يحمل اسم والده. كان الطيب مزارعا بسيطا يحمل إلى الأسواق الأسبوعية القريبة ما تجود به القطعة الأرضية التي ورثها عن والديه وبضع بقرات كان يحلبها لأهله ويبيع ما يزيد عن الحاجة. ثم تولت الأمر من بعده زوجته ونسيت القرية الفاجعة واستعادت الحياة وطيرتها. وحدهم أبناء الطيب وأرملته ظلوا يذكرونه كلما جاء العيد. ولم تفض الأبحاث التي أجريت إلى الذي قتل الطيب، لم يكن هناك شاهد. خلال السنوات التي تلت تلك الحادثة كان مصطفى بن خميسة كلما جاء لقضاء العطلة في البراحلة يتذكر حين يمر بولاد حسون ذلك الشاب الذي صدمه بسيارته وقتله. كان يحس في نفسه ألما لا يقدر على البوح به. حين يكون في فرنسا منهمكا في عمله وغارقا في روتين أيامه ينسى حادثة أولاد حسون، ولكن صورة الرجل الشاب كثيرا ما لاحقته. في العام 2000 كانت قد مرت 12 سنة على تلك الحادثة. كانت زوجة اليزيد قد توفيت منذ 3 أعوام، ولكنه لم يتزوج بعدها، وقيل إنه ما زال يحبها. بدت الفتيات اللواتي كن تنتظرن أن ترحل أو يطلقها وقد خاب أملهن. في تلك السنة جاء بسيارته الجديدة ليمضي عطلته رفقة عائلته. مساء 8 يوليوز في حدود 5 بلغ اليزيد أولاد حسون. قرر أن يتوقف بالقرية. ها هو ذلك الشاب المتشح بعباءته المقلمة يظهر أمامه كالطيف. هذه قريته التي نسيته ربما بعد تلك السنوات 12. ركن سيارته في ظل شجرة. مرت بجانبه فتاة تقود بقرة لفتت انتباهه. كانت ذات قوام وحسن لا يخفى. نظرت جهته على استحياء، ابتسم لها ولكنها واصلت طريقها ولم تلتفت إليه ثانية. ظل يراقبها من مكانه. رآها تدخل سكنا غير بعيد. لا يدري ما الذي حدث له، أحس بقلبه اهتز لها. قرر أن يعود إلى أولاد حسون بعد أيام ليستطلع أمر تلك الفتاة. أمضى 5 أيام مع عائلته في بنغرير، ثم في 14 يوليوز قرر العودة إلى أولاد حسون. قبل بلوغ القرية ببضع كيلومترات استوقفه رجل مسن. لما أركبه قال إنه يريد إلى أولاد حسون. سأله إن كان من سكان تلك القرية. كان من سكانها. ظن اليزيد أن القدر جاءه بمن يساعده على معرفة من تكن تلك الفتاة التي اهتز لها قلبه، وكذلك أفضى له بما يريده في أولاد حسون. لم يكن يعرف اسما، ولكن يذكر جيدا الباب الذي دخلت منه تلك الشابة. قال له الشيخ
دلني على ذلك الباب وسأخبرك بمن هم أهله. لما دله عليه قال له إنه بيت أسرة تحظى في القرية باحترام الجميع، وقد شجعه ذلك على أن يسأل عن بنت قال إنه رآها قبل أيام تدخل إلى هناك. صمت الشيخ قليلا ثم قال: هي البنت الصغرى للمرحوم طيبي، أظن أن اسمها زهرة. أضاف: هي التي تساعد أمها في أشغال الضيعة الصغيرة التي خلفها الطيبي. إذ ذاك أسر اليزيد إلى الشيخ بأنه ينوي التقدم لخطبتها. عاد من ولد حسون وقد عزم على أن يستقدم أمه في الغد ليطرق باب المرحوم طيبي. يوم جاء يخطبها سيعلم من عمها أن والدها مات بعد أن صدمته سيارة. تنفس نفسا عميقا وأضاف: الذي صدمه هرب. أيقن اليزيد أنه في بيت ذلك الشاب الذي تركاه ميتا على جانب الطريق قبل 12 عاما. غريب ذاك الإحساس الذي انتابه وهو يسمع ذلك. ماذا لو يعلمون أنه كان برفقة الذي صدمه بسيارته؟ لن يبوح بما ظل يحتفظ به سنين طويلة. وافقت عائلة الطيب على تزويجه زهرة، لن تزف إليه قبل العام المقبل، كذلك كان الاتفاق. علم مصطفى بن خميسة أن قريبه قد تزوج، سأله عن أصهاره فأبلغه بأنهم من عائلة محترمة في ولاد حسون. لم يبلغه بأن تلك التي خطبها هي ابنة ذلك الشاب الذي صدمه بسيارته. مر عام وقد قرر أن يقيم زفافا يظل يذكره من حضره. كان مصطفى أول المدعوين ورافقه إلى ولاد حسون ليزف عروسه. اصطفت السيارات على جانب الطريق. كان مصطفى يتولى تنظيم الموكب الذي سيحمل العروس إلى بنجرير. أضواء تومض وطبول تقرع وزغاريد. لم ينطلق الموكب بعد. مرت به سيارة للنقل المزدوج مسرعة، لم تتوقف. كانت قد ابتعدت لما نزل رجال من السيارات التي انتظمت في الموكب. السيارة التي مرت صدمت مصطفى وألقت به إلى الجانب الآخر من الطريق. لما بلغوه كان يحتضر وحده. اليزيد كانت له قراءة مختلفة للذي حدث. ولد رضا بوجمعة وناصر رفيق في حي صفيحي في حي تبريك تبيسلة. كان أبواهما قد جمعت بينهما الأقدار في هذا الحي الذي استقر به في مطلع سبعينيات القرن الماضي. كانت عائلة رفيق تنحدر من تادلة، بينما كانت أسرة بوجمعة من الحوز. وقد نشأت بين الأسرتين علاقة متينة، تقاسم من الأيام حلوها ومرها، ومن اللحظات أكثرها سعادة وأخرى أشدها ألما. ولأن أحمد بوجمعة والد رضا كما عبد الله رفيق والد ناصر ذاق مرارة الفقر والجهل، فقد نشأ لديهما إصرار على تنشئة أبنائهما على التعلم وتوجيههما قدر الإمكان الوجهة التي تتيح لهما حياة أفضل. وهكذا فضلا عن علاقة الجوار جمعت بين رضا وناصر زمالة المدرسة. كان يذهبان سويا ويعودان معا من المدرسة، لا يفترقان إلا عندما يأوي كل واحد منهما إلى براكة أسرته. في العام 88-900 حصل ناصر على شهادة البكالوريا في العلوم الرياضية، كان تلميذا نبيها، بينما حصل رضا على البكالوريا في الآداب العصرية، كان أميل إلى الآداب والفنون، وكان ذلك يتلائم مع موهبة الرسم التي كانت لديها. التحق ناصر بكلية الطب بينما التحق رضا بكلية الآداب. في تلك السنة وبشكل مفاجئ توفي عبد الله رفيق والد ناصر. ولما كان الأكبر بين الأولاد فقد اضطر إلى الانقطاع عن الدراسة وتحمل عبء الأسرة. اجتاز مباراة الولوج إلى مدرسة تكوين الممرضين. لم يكن رضا قد توفق في اجتياز السنة الأولى، إذ كان يمضي أغلب أوقاته في رسم بورتريهات الطالبات اللواتي صارت كثيرات منهن عشيقات له أو في حكم العشيقات. ولما تنبه سارع إلى تدارك الأمر بأن اجتاز امتحان ولوج المركز الجهوي لتكوين أساتذة الفنون التشكيلية. انتهت مدة التكوين، تخرج ناصر بدبلوم ممرض مجاز متخصص في التخدير،
وتم تعيينه في أحد مستشفيات الرباط، بينما تم تعيين رضا أستاذا للفنون التشكيلية في إحدى الثانويات بالمدينة العتيقة لسلا. بعد بضعة أعوام صار الشابان يفكران في الاستقرار والزواج. لم يكن الأمر يطرح مشكلة ما بالنسبة لرضا، علاقاته الواسعة مع الطالبات في الكلية وصيته الذائع كرسام للبورتريهات كان يتيح له مجالا واسعا لانتقاء رفيقة الحياة. لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لناصر الممرض الذي لم يتمكن من التخلص من خجله، ظل وجهه يحمر ويحس بحرارة في وجنتيه كلما كلمته فتاة أو اضطر إلى الحديث إليها. في نهاية الأمر تمكن بمساعدة جاره وصديق عمره رضا من أن يتعرف على فتاة من عائلة متوسطة الحال لم يلبث أن تزوجها. اكترى كل واحد منهما منزلا، وكان ثمن الكراء يؤثر على قدراتهما المالية، ولذلك ما أن فتحت السلطات باب التسجيل أمام سكان الحي الصفيح لتبريكت للاستفادة من بقع أرضية، حتى كان الصديقان رضا وناصر في جملة مستفيدين، ساعدهما في ذلك سمسار لمقدم الحي. حصل على بقعة أرضية مناصفة بينهما، واتفق على بناء منزل من سفلي وطابقين. حصل على قرض بنكي، بعد 8 أشهر اكتمل البناء. أجري قرعة، سكن رضا وزوجته بالطابق الأول، بينما استقر ناصر وزوجته في الطابق الثاني. في الطابق الأرضي اتخذ رضا غرفة كمرسم، بينما اتخذ ناصر من الغرفة التي آلت إليه فضاء خاصا كان ينزوي إليه كلما أراد القراءة أو الاسترخاء. كان رضا يمضي كل أوقات فراغه في المرسم ويمنع دخوله عن أي كان، حتى زوجته لم تكن لتجرؤ على الدخول إلى ذلك الركن الخاص جدا. كان رضا يتذرع بأنه يعد لمعرض كبير. بعد 4 أو 5 سنوات من استقرار الأسرتين في ذلك المنزل ولد 4 أطفال. ولد لرضا ولدان، بينما ولد لناصر بنتان. كان الأطفال في لعبهم يملؤون المنزل حبورا وسعادة، وكان ذلك الانسجام الحاصل بين الأسرتين يمنحهم فضاء أرحب من الرعاية والعناية. ولما بلغ الأطفال سن التمدرس تم تسجيلهم في مدرسة خاصة في الحي، بما جنبهم عناء التوجه إلى المدرسة العمومية التي كانت بعيدة عن المنزل. وقد تولى تتبع دراستهم رضا أستاذ الفنون التشكيلية، كان أمرا طبيعيا، كما كان طبيعيا أن يتولى ناصر الممرض كل ما يخص المتابعة الصحية. وكلما كان يتطلب الأمر عرض الأطفال لإجراء تلقيح أو لفحص طبي، كان زملاء ناصر يقولون له إن الأطفال 4 يتشابهون وكأنهم إخوة، وكثيرا ما سأله أحدهم إن كانوا كلهم إخوة. مع التكرار صار الأمر يقلق الممرض ناصر، بل تسرب الشك إلى نفسه، خاصة وأن صديقه وجاره وحبيبه يلازم البيت بينما كان هو كثيرا ما يمضي لياليه في الديمومة بالمستشفى. صار يشك في أبوته للطفلتين. تغيرت نظرته إلى زوجته، ولكنه ظل يكتم في نفسه ما يحس به. استغل فرصة تلقيح فأخذ عينة من دماء الصبية لتحديد فصيلة دمائهم. جاءت نتائج التحاليل تؤكد أن فصيلتهم واحدة. استشار طبيبا مختصا، فكان الرد أن وحدة الفصيلة الدموية لا يعني بأي حال من الأحوال إثباتا لرابطة الأبوة، وأن ذلك يقتضي إجراء تحليل للبصمات الجينية. تحين الفرصة. أصيب جاره بالتهاب جلدي، فاقترح عليه أن يخضع عينة من دمه للتحاليل، وكذلك تأتى له أن يحصل على ما يريد. في الوقت ذاته اقترح عرض عينات من دم الأطفال للتحليل. بعث بالعينات إلى مختبر خاص حتى لا يثير الانتباه في مقر عمله. الأيام 3 التي أمضاها في انتظار نتائج التحليلات حسبها دهرا، ثم جاءت النتائج لتؤكد أن الأطفال 4 الذكور والإناث هم لرضا. تأكد لدى ناصر ما كان شكا حسبه في لحظات وسوسات من الشيطان. ما الذي سيفعله الآن؟ في ذلك اليوم لم يعد إلى البيت. أمضى نهاره يفكر،
يدبر للثأر والانتقام. انتهى به التفكير إلى تصفية كل ما يذكر بالخيانة التي تعرض لها من زوجته ومن صديق عمره. كانت عطلة نهاية السنة الميلادية على الأبواب، نحن في العام 96 900 وألف. اقترح ناصر على جاره اللدود أن تمضي الأسرتان أيام العطلة في منتجع والماس. لم يكن في الأمر ما يدفع رضا إلى الاعتراض. أخذ ناصر زوجته وزوجة جاره والأطفال ثم مضى إلى والماس حيث اكترى منزلا. كان رضا قد اقترح أن يلحق بهم بعد 3 أيام، وقد اتفق مع ناصر على أن يعود لحمله إلى والماس. كذلك سارت الأمور، وكانت تلك الفرصة المناسبة لناصر للانتقام. أمضى ليلتين في والماس، وفي صبح اليوم الثالث أخذ السيارة وعاد إلى تبريكت. كان صديقه رضا في المرسم، حاول أن يدخل ولكن الرجل اعتذر له بأنه لا يرغب في أن يطلع أي كان على لوحاته قبل المعرض. أبدى ناصر تفهمه وقال له إنه سينتظره في شقته. بعد نصف ساعة التحق به هناك. كان ناصر قد أعد براد شاي بالنعناع. لما التحق به رضا صب الشاي، وكان قد دس في الكأس التي سيشرب منها رضا مادة مخدرة لا لون ولا طعم لها. وما هي إلا دقائق حتى أحس رضا بارتخاء عجيب ثم أغرق في النوم. حمله ناصر ووضعه على سرير، ربط إليه يديه ورجليه بعدما جرده من كل لباسه، حقنه بمخدر كما كان يفعل مع المرضى تمهيدا للعمليات الجراحية. كان معه مشرط، عمد إلى جهازه التناسلي وقطعه ثم خاط المكان وضمده. بعد ساعة كان كل شيء قد انتهى. كان ناصر يعلم أن رضا سيفيق بعد ساعة أو أقل. نزل إلى المرسم، كانت لوحات رضا مرتبة وكانت في أغلبها لنساء عاريات. كانت على كل لوحة ورقة تحمل اسم صاحبتها، وقد عثر بينها على لوحة تظهر فيها زوجته متحللة من كل ثوب. ترك في المرسم رسالة كتب فيها أنه لما اكتشف الخيانة، خيانة زوجته وجاره صديق عمره، قرر قتل الجميع والانتحار. أقفل الباب وعاد إلى والماس. أوحى إلى زوجته وزوجة صديقه بأن رضا أصيب بوعكة صحية ويجب العودة إلى سلا. ركب الجميع السيارة، وما أن ابتعدت عن والماس ببضع كيلومترات حتى هوى بها في منحدر سحيق. مات كل من كانوا في السيارة. في سلا لما أفاق رضا وتخلص من مفعول التخدير، وجد نفسه مربوطا إلى السرير. لم يكن لديه من سبيل سوى الصراخ. سمعه أحد الجيران فاتصل بشرطة النجدة. لما اقتحم البيت وجد الرجل في الحالة التي تركه عليها ناصر، بجانبه ورقة كتب عليها: سأقتل الآخرين وأنتحر، وقد تعمدت أن أتركك حيا لتذوق ثمن خيانتك. بعد أن تستيقظ ستجد نفسك رجلا في شكل امرأة، وربما حسبت نفسك امرأة في شكل رجل، وقد لا تكون هذا ولا ذاك. في العام 2006 بعد أن انقضت عطلة الصيف، لم يشد الهاشم البغديري الرحال ليعود إلى مهجره في فرنسا. تخلفه عن ركب العائدين لم يمر دون إثارة انتباه. لاحظ جيرانه في شارع 20 مارس 56 900 وألف في سيدي علوان أن زوجته الفرنسية ماري لويز غادرت، وأنه بقي في منزله رفقة طفليه كريم البالغ من العمر 10 سنوات وياسمين التي تصغره بعامين. حل الدخول المدرسي. سجل الهاشمي البغديري طفليه في مدرسة تقع وسط سيدي علوان. كانت شقيقته وسيلة التي تسكن الطابق الأرضي من المنزل مع زوجها سليم خير معين له. المرأة التي لم ترزق ولدا تبدي نشاطا في خدمة شقيقها الذي قرر الاستقرار في تونس بعد سنوات طويلة أمضاها في المهجر. كانت تستيقظ باكرا، تعد للصغيرين وجبة الفطور، تساعدهما في الاستعداد للذهاب إلى المدرسة.
تعود الهاشمي على إيصالهما بسيارته الصغيرة. مرت الأسابيع الأولى صعبة. في المدرسة كان الصغار يصطدمون بحاجز جهلهم باللغة العربية، وكان الهاشمي على مدى سنوات مضت قد أثار الموضوع مع ماغي لويز زوجته، التي كانت ترد في كل مرة بأنها لا تمانع في أن يتلقى الأطفال دروسا في اللغة العربية. كانت تعارض بشدة الاستقرار في تونس، ترى أن ذلك لن يكون مجديا ما لم يبلغ الطفلين مستوى رفيعا في دراستهما ويكونا قادرين على الاعتماد على نفسهما. ولكن ذاك النقاش بدا عقيما، ولم يحقق الزوجين أي تقدم، ولم يبلغ التوافق الذي ينبغي أن يكون حول قضايا تخص مآل أطفال. صيف ذاك العام 2006 بدا الهاشمي البغديري وقد حسم الأمر. أمضى العطلة الصيفية متنقلا بين شواطئ الشابة ورجيس التي تعشقها ماغي لويز. وبينما كان يقترب موعد العودة إلى فرنسا، أثار الهاشمي ذات مساء من مساءات أواخر يوليوز موضوع الاستقرار في سيدي علوان. وكما فعلت في مرات سابقة، حاولت ماغي لويز أن تقنع زوجها بأن قراره ذاك يعرض مستقبل الطفلين كريم وياسمين للضياع. ولما يأست من إقناعه بصواب رأيها، حملت حقيبتها وخرجت. بعد 3 أيام اتصلت به من بوردو وأبلغته بأنها تطالبه باستعادة طفليها، وبأنها إذا ما لم يفعل خلال أسبوع سترفع دعوى قضائية ضده. لم يعر الهاشمي كبير اهتمام لما بلغته به ماغي لويز. قال لأخته وهو يحدثها في ذلك الموضوع إن ماغي لن تلبث أن ترضخ للأمر الواقع وتعود لتستقر معه ومع طفليهما هنا في سيدي علوان. كان الرجل يعلم في قرارة نفسه علم اليقين أنه لن يستطيع الذهاب إلى بوردو ما لم يصحب معه الطفلين، وكان ذلك يؤرقه، إذ عليه أن يتوجه إلى هناك مرة كل 3 أشهر على الأقل لمتابعة ملف تقاعده من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي لم تكن قد تمت تصفيته بعد. كان قد وكل محاميا ينوب عنه، ولكن حضوره يكون ضروريا. لم يجد من مخرج ممكن من الوضع الذي صار يواجهه سوى الاتصال بمحاميه وإبلاغه بالذي صار. وعده المحامي بأنه سيعمل على تتبع ملف المعاش وأن يأتيه بخبر يقين عن الدعوى التي رفعتها ضده زوجته ماغي لويز. لما عاود الاتصال به أسبوعا بعد ذلك، أكد له أن زوجته تطالب بحضانة الطفلين وبإعادتهما من تونس. أبلغه أيضا بأن المرأة باشرت الاتصال بالقنصلية التونسية، وأن القضية بدأت تجد لها صدى لدى بعض الجمعيات التي اشتهرت بالتدخل في قضايا مماثلة. طلب الهاشمي من محاميه إضافة تلك القضية إلى ما وكله من أجله، وكان قد نصحه بأن الأجدى أن يستجيب لطلب زوجته ويعيد الطفلين إلى فرنسا. لتجنب الخوض أعمق في هذا الموضوع، اكتفى بأن وعد المحامي بأنه سيفكر في الموضوع. يستحضر الهاشمي يوم كلمه والده قبل 20 عاما في شأن الاستقرار في فرنسا. كان الشيخ يرى أن على ولده الوحيد أن يعود ويستقر في سيدي علوان ويتزوج بها ويتولى شأن الأراضي الفلاحية التي تملكها العائلة. هي مساحات هامة، 10 هكتارات غرس أغلبها بأشجار الزيتون. الآن وهو على عتبة 60 يحاول أن يقوم بأمر تلك الأراضي. كان يود لو يكبر ولده كريم وهو يرى والده يعتني بأرض الأجداد فيواصل هو من بعده الاعتناء بها لما تؤول إليه. ذاك هو حلمه الكبير الذي من أجله خاطر بإبقاء طفليه في سيدي علوان. كانت اللحظات الأكثر قسوة عليه حين كانت تأتي صغيرته ياسمين تسأله عن أمها. مع مرور الوقت بدا وقد استنفذ كل الإجابات الممكنة، وها هو يجد نفسه محرجا ولا يستطيع النظر في عيني ابنته وهو يزعم أن أمها ستأتي قريبا.
يعلم الرجل أن أخطر ما قد يقوم به أن يكذب على طفليه. ثم بدأ الطفلان يشكوان ظروف مدرسهما. كان الأطفال ينادونهما بالفرنسيين. في ديسمبر من العام 2006 كان قد مر ما يقرب من 5 أشهر على رحيل ماغي لويز. ألغى الهاشمي سفرا كان قد برمجه لنهاية السنة، إذ خشي أن ينتزع منه طفلاه. ثم فاجأته ماغي لويز قبيل أعياد الميلاد باتصال هاتفي، أبلغته بأنها عائدة إلى تونس يوم 25 ديسمبر. سره كثيرا أن تأتي إلى سيدي علوان، على الأقل سيتحقق ما كان يعد به طفليه خلال الشهور التي مضت. في الآن نفسه كان ينتابه إحساس بالقلق. المرأة رفعت عليه دعوى قضائية في فرنسا، وهي تطالب باستعادة الطفلين وحضانتهما. كان في ذلك ما يثير لديه الشك والريبة. مضى إلى استقبالها في المطار، ومعه ياسمين وكريم وابن عم له اصطحبه، خشية الوقوع في كمين قد تنصبه له ماغي لويز. لما أتمت الإجراءات وخرجت، كان يمشي بجوارها رجل وامرأة فرنسيان قالت إنها تعرفت إليهما أثناء الرحلة. وما لبث الزوجان أن انصرفا. تمنى لهما الهاشمي مقاما سعيدا في تونس. لن ينسى كيف تعلق الطفلان بأمهما وكيف تعلقت هي بهما، ولعله أحس في لحظة ما بأنه ربما أخطأ أن فرق بينهم. لما وصلوا إلى البيت في ساعة متأخرة من المساء، كانت وسيلة شقيقته قد أعدت من الأطعمة أشكالا وألوانا. هي لحظات يحتفى بها أن تعود زوجة شقيقها بعد غياب استمر أشهرا، وأن يستعيد الطفلان حضن أمهما. فوجئت ماغي لويز بالحفاوة التي استقبلت بها، ولما لمحت إلى ذلك في الحديث المقتضب الذي دار بينها والهاشمي، اكتفى بالقول إن مطالبتها باستعادة الطفلين وإعادتهما إلى بوردو، بل حتى رفعها دعوى قضائية ضده، لا ينبغي أن تحول دون الاحتفال بعودتها. نظرت إلى عينيه وابتسمت بلا أي تعليق. حلت العطلة المدرسية 2 بعد وصول ماغي لويز، وكذلك تأتى لها قضاء لحظات أطول مع طفليها. لم تكن تفارقهما حتى إنها قاسمتهما فراشها. كان الهاشمي يتابع عن كثب ما يجري، يحرص على ألا يكون غيابه عن البيت مطولا. وقد لفت انتباهه وكان يستغرب كيف كانت ماغي لويز تظهر اندماجها في أسرة البغديري، تلازم وسيلة في المطبخ، بل إنها كانت ترافقها إلى السوق لشراء الخضر والفواكه الطرية واللحوم. مساء 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة، تم إعداد عشاء فاخر حضر فيه أجود ما في المطبخ التونسي وأطباق فرنسية. ولما كان الجو باردا فقد اقترحت وسيلة أن يسبق العشاء بحساء العدس. لا يذكر الهاشمي متى ولا كيف نام. لما استيقظ كان الصبح قد تنفس، ولقد استغرب أن شقيقته وسيلة وزوجها سليم ناما حيث كان يجلسان في الصالون. لا يريد أن يصدق ما تراه عيناه. ثم لما أدرك أنه صحى تفقد طفليه، فلم يجدهما ولم يعثر على أثر لماغي لويز. حدث الذي كان يخشاه. أخذت الطفلين وهربت. كان يندب حظه. أيقظ وسيلة وزوجها سليم، هب إليه وسرعان ما أدرك الذي حدث. الفاتح من يناير 2007 هو يوم عطلة، وماغي لويز قد تكون قطعت أشواطا بعيدة. لم ييأس، مضى إلى مركز الدرك وأبلغ عن اختفاء ولديه قائلا إنه يتهم زوجته بسرقتهما ومحاولة الهروب إلى فرنسا. كانت الساعة تشير إلى 11 لما انطلق بسيارته يريد إلى مطار العاصمة. كان يظن أنها ستركب من هناك وتغادر إلى فرنسا. لا شيء مؤكد لديه. لما وصل كانت الرحلة المتجهة إلى باريس قد أقلعت منذ أكثر من 1.5 ساعة. يعض الأنامل غضبا. آه، لو كان يعلم موعد سفرها لما نام. ثم علم أنها لم تكن على متن تلك الرحلة. لما عاد إلى سيدي علوان
وقد بدا للجيران أنه حدث له مكروه، تقدم منه رجل مسن وسأله. كانت المرة الأولى التي يسأله شخص من خارج العائلة عن أحوال أسرته. كان منهارا، ولذلك لم يتردد في إبلاغ الرجل بالذي حدث. إذ ذاك قال له إنه لما كان يقصد إلى المسجد لأداء صلاة الصبح رأى سيارة متوقفة بباب داره. قال إن رجلا وامرأة ملامحهما أوروبية كانا ينتظران بالباب، ولما عاد من المسجد كانت السيارة قد اختفت. كان فيما قاله الرجل ما يؤكد أن ماري لويز استفادت من مساعدة متواطئين معها. وبينما كانت الأسئلة تتلاطم في ذهنه، استحضر شريط وصولها إلى المطار ذاك 25 ديسمبر، وفجأة استحضر صورة الزوجين الفرنسيين اللذين قالت إنها تعرفت عليهما أثناء الرحلة. هو الآن شبه موقن بأنهما من ساعداها على الهروب بالطفلين. مرت عدة أيام، ما يقرب من أسبوع، قبل أن يأتيه اتصال هاتفي من فرنسا. قال له صوتها دون مقدمات: لا تقلق على الطفلين، إنهما معي في بوردو. لم تقل شيئا آخر. بعد أشهر عديدة وكانت قد رفعت عليه دعوى للطلاق، علم أنها غادرت تونس هي والطفلين بهويات زائفة. تم تعيين عفاف المراد التي تبلغ من العمر 35 عاما على رأس وكالة حي العالية في المحمدية، وجاء تعيينها بقرار من رئاسة المؤسسة البنكية التي تعمل لها تتويجا لاجتهادها وتفانيها. وكان عليها أن تتعامل في تلك الوكالة مع طاقم كله من الرجال. تعاملت معهم بحذر في البداية، وشيئا فشيئا تمكنت من أن تكون صورة عن مردودية كل واحد من أولئك الموظفين. كان عزيز الملاقي الشاب ذو 32 ربيعا يعمل أمينا للصندوق في تلك الوكالة، وكانت عفاف تعي أهمية وحساسية العمل الذي يقوم به، ولذلك بدت تركز عليه. يوم 9 ماي من العام 2005، وكان يوم اثنين، بدأ أمين الصندوق وقد وقع في خطأ ما، وهو ما استلزم مراجعة الحسابات والعمليات التي تمت عبر الصندوق طيلة ذلك اليوم. ظلت عفاف في الوكالة رفقة عزيز 3 ساعات بعد إغلاق الوكالة. في نهاية المطاف تم اكتشاف الخلل وتم تدارك الخطأ وإصلاحه. لم تبدي عفاف استغرابا كبيرا، فقد تعودت على مثل تلك الأخطاء خلال السنوات 12 التي قضتها كموظفة في تلك المؤسسة البنكية. هي أخطاء عادة ما تنتج عن الضغط الذي يواجهه المسؤول عن الصندوق. وبما أن الوقت كان متأخرا، فقد بادرت عفاف مديرة الوكالة الجديدة بدعوة عزيز إلى تناول العشاء في مطعم يقع غير بعيد عن الوكالة. في الحقيقة رأت عفاف ذلك المساء فرصة للاقتراب أكثر من الشاب. كانت قد شدت انتباهها منذ بضعة أيام أناقته ولباقته في الحديث، كان قد احتل قلبها من حيث لا تدري. ذلك المساء حرصت عفاف على أن لا يمضي حوارهما أبعد من الحدود التي يحتمها موقع كل واحد منهما في الوكالة، فهي دعته إلى العشاء باعتبارها مديرة للوكالة البنكية، هذا رسميا، ولكنها في قرارة نفسها كانت تتمنى لو يكون فارس أحلامها كما حلمت به منذ سنوات. لم يكبح أحاسيسها مستوى تعليمها الذي يفوق بسنوات ومراحل مستواه التعليمي. باختصار أعجبها الشاب. كان عزيز قد تلقى تلك الرسالة التي كتبتها النظرات ونبرات الصوت أثناء الحديث. بدا وقد وقع في حبها، ولكنه حريص على ألا يخطو خطوة لا يقرأ عواقبها، ففي نهاية الأمر أن تقع في حب رئيستك في العمل امتحان عادة ما يكون عسيرا. مضى عزيز يستشير أقرب أصدقائه في الوكالة، نصحه أن يمضي مباشرة إلى الهدف وأن لا يضيع وقتا في اللف حول جوهر الموضوع. قال له أن يبادرها ويبوح لها بما يحس به نحوها. يومها اتخذ القرار وعزم، كان يعدها مخاطرة، وقد اغتنم فرصة تأخرها ذات مساء في العمل وكان معا، ودعاها إلى العشاء.
في الحقيقة فاجأته لما قبلت الدعوة بفرح واغتباط. كانت مقدمته ثناء على طريقتها في تدبير شؤون الوكالة وبشكل خاص لطف معاملتها له. ردت أن ذلك إنما هو بفضل إتقانه عمله وتقديرها لذلك. أضافت أنها تحسن الظن به. رأى عزيز أن المرأة الشابة تفتح أمامه الأبواب وما عليه إلا أن يخطو الخطوة التالية. لم يتردد، قال لها إنه يكن لها احتراما كبيرا. ابتلع ريقه وأضاف أنه سيكون سعيدا إن هي قبلت به زوجا. تظاهرت بأنها لم تفهم قصده، تظاهرت وهي تعلم علم اليقين الذي يريده عزيز، وتحقق لها ما تريد إذ أردف أنه يريدها زوجة على سنة الله ورسوله. ابتسمت وهي تنظر إلى المائدة. هي لم تعلن صراحة موافقتها ولكنها لم ترفض. بعد أن تناول العشاء رافقها حتى باب بيتها، استأذنها إن كان باستطاعته أن يزورها. نظرت إليه وهي تبتسم، قالت إنها تشترط أن يكون مصحوبا بوالديه. ليلتها لم يغمض لعزيز الملاق جفن. بعد أيام إذا ما سارت الأمور وفق ما يتوقعه سيصير زوج السيدة مديرة الوكالة. في الحقيقة بعد شهر زفت إليه عفاف، وبقدر ما سعد عزيز بزواجه من مديرته بقدر ما ساء ذلك إدارة المؤسسة البنكية التي رأت أنه من غير المقبول أن يظل في وكالة واحدة. وحتى لا يكون قرار نقل عفاف بصيغة الإجراء التعسفي فقد تمت ترقيتها إلى رتبة أعلى، وتم تعيينها على رأس مصلحة القروض الصغرى التي توجد في المقر المركزي للمؤسسة البنكية. لما رحلت عفاف عن الوكالة عوضها في المنصب واحد من ألد خصومها، وكان عزيز يتوقع أن يحاول الانتقام منها في شخصه هو. بعد بضعة أيام صار يحس ببوادر توجه المدير الجديد لوكالة حي العالية، وكانت المضايقات الأولى التي تعرض لها كفيلة بإحياء مشروع طالما حلم بتحقيقه أن يفتح محلا للصيرفة. وجد عزيز في زوجته عفاف خير معين على تحقيق المشروع الذي يحلم به منذ أمد بعيد. كانت له فيلا في شارع محمد الخامس اتخذ من طابقها السفلي محلا لصرف العملات. لما انتهى من تجهيز المحل قدم استقالته من وظيفته في البنك. كان نشاطه الجديد يتيح له العمل وفي الآن نفسه الإشراف على تدبير شؤون البيت. كانت عفاف زوجته تستقل القطار كل صباح إلى الدار البيضاء ولا تعود إلا في المساء. تعاقبت على بيت عفاف وعزيز عدة خادمات، وكانت عفاف تصر على ألا تبيت عندها أي منهن، وقد استغنت عن بعضهن لعدم إجادتهن العمل المطلوب وأخريات لتغيبهن عن العمل أو لرفضهن العمل في عطلة نهاية الأسبوع. بدا المسلسل وقد انتهى، كذلك ظنت عفاف يوم استقدمت شابة متحجبة للعمل. كانت الشابة تتحدث بحياء لا تقوى على إخفائه، وكان المظهر كفيلا بأن تقبل عفاف بتشغيلها دون أن تشاور زوجها. في الحقيقة لم يكترف عزيز للأمر، فقد كان منهمكا في أشغاله وقد صار محل صرف العملات يؤتي أكله. منذ الأيام الأولى أبهرت الخادمة الجديدة وتدعى لطيفة الزوجين، فقد أدخلت تغييرات على ترتيب البيت أبان عن إبداع واجتهاد. كانت في الأسبوعين الأولين تغطي شعرها ثم صارت تكشف عنه بالتدريج إلى أن استغنت عن غطاء الرأس. كان عزيز يتحاشى الدخول إلى البيت خلال النهار حين تكون لطيفة موجودة، وصار يتناول وجبة الغذاء في غرفة النوم. كانت الخادمة تغير في كل يوم من ملبسها، وكان هو يخشى الوقوع في شركها ويتفادى أن يختلي بها. ثم صارت لا تقيم اعتبارا لأي من الحدود التي كان يقيمها عزيز، ومع ذلك فإنه لم يشكو أمرها إلى زوجته. كانت تتقن عملها وكان ذلك ما يغفر لها كل زلاتها وهفواتها وتخطيها الحواجز. لم تتوقف الشغالة الشابة، صارت تستفز عزيز. لم تعد تكتفي بكشف شعر رأسها
وبأن تلبس الثياب العادية، بل صارت ترتدي أثناء عملها ملابس شفافة لا تخلو من سحر الإغواء. وبالرغم من كل ذلك، فإن عزيز كان متمسكا بعفته وبإخلاصه لزوجته عفاف، تلك التي لن ينسى أفضالها عليها. صارت لطيفة تتصرف وكأنها صاحبة البيت، ولم تكن تتردد في أن تملي على عفاف ربة البيت تغيير الأثاث. كانت تملأ المجال بحضورها القوي. كانت عفاف تمضي أيامها في العمل، وكان عزيز ينتظر بفارغ الصبر عطلة نهاية الأسبوع ليسكن إليها وتسكن إليها. كان يجد فيها ملاذا آمنا من الإغواء الذي تمارسه عليه تلك الخادمة الشابة. ظل يراوغها، وكانت هي تتحين الفرصة المواتية. في بداية يوليوز من العام 2006، كان الجو حارا. آوى عزيز إلى غرفة نومه يريد قيلولة تعيد إليه بعض الحيوية. كانت عفاف في الدار البيضاء. تجرد الرجل من ثيابه واستلقى على الفراش، وبينما كان النعاس يغالبه فتح باب الغرفة. كانت المرأة الشابة في الباب، كانت في ملابسها الداخلية. ارتمت عليه. في هذه المرة لم يقوى على المقاومة، وللمرة الأولى خان زوجته. بدت الخادمة الشابة وقد كسبت مرحلة أولى في ملاحقتها لعزيز. في تلك المرحلة أيقن عزيز أن زوجته لن تلد له ولدا أو بنتا، فقد أدركها سن اليأس وهي في 37 من العمر. لم يكن موضوع الخلف قد أثار مشكلة بين الزوجين، وقليلا ما أثاره. في شهر غشت من ذلك العام، وبينما كان يمضيان عطلتهما في أحد منتجعات الشمال، تباحث إمكانية كفالة ولد أو بنت. اتفق على الشروع في الإجراءات القانونية والإدارية مباشرة بعد أن يعود إلى المحمدية. لما عاد جاءته لطيفة الخادمة الشابة تعلن أنها حامل. لما عاد عزيز الملاقي وزوجته عفاف المراد من العطلة، أسعدهما كثيرا أن وجد لطيفة الخادمة وقد أضفت على المنزل ترتيبا بديعا. أكثر من ذلك، فقد فكرت في دفع ربة البيت إلى شراء أثاث جديد، ودلتها على محل رأت فيه بعض قطع الأثاث التي راقتها. لم تكن عفاف لتمانع، فقد صارت ثقتها كبيرة في تلك الخادمة التي من فكت تبهرها. في عمق المشهد كان عزيز يسترجع تلك اللحظات التي خان فيها عفاف زوجته مع تلك الخادمة التي امتلكت قلبها. كانت أيام العطلة قد أبعدته عن الفضاء الذي شهد فعل الخيانة، وها هو يعود إليه. بعد أيام استأنفت عفاف عملها. كان خلال تلك الأيام التي أمضياها في أحد منتجعات الشمال قد تحدث في شأن إمكانية كفالة ولد أو بنت. كانت عفاف قد أيقنت أن سن اليأس قد أدركها وأنها لن تنجب. لم يكن عزيز ناقما، ومع ذلك فإنه لم يتمكن من التخلص من حبال لطيفة. صار لها النهار وصار الليل لعفاف. لم يعد يقوى على مواجهتها أو إبداء حد أدنى من التمنع. ظهر ذات يوم جاءت تبلغه أنها حملت منه. كان للخبر وقع الصاعقة. أحس وكأن برقا أومض في مخه. يا لهول ما جاءت به لطيفة. كانت تطالبه بالقيام بما يلزم لتدارك الموقف. صار لا يأتي إلى البيت نهارا، يبقى في مكتبه في وكالة صرف العملات، بل إنه صار يصبر على الجوع حتى تعود عفاف من العمل. ولما لاحظت لطيفة أنه يتحاشاها بعد أن قابل طلبها بكثير من التسويف، جاءته صباح أحد الأيام إلى المكتب. هددت بأن تجهر بما حدث بينهما. لم يكن أمامه من خيار غير تهدئتها واصطحابها إلى البيت. يومها رجاها أن تبتعد عن طريقه. ردت عليه بأنها لا تريد سوى اعتراف منه بأبوته للجنين الذي في أحشائها، وبعقد زواج صوري يتيح لها الحصول على تأشيرة السفر إلى الخارج بصفتها زوجة لرجل أعمال. كانت تساوره شكوك في صدق ما تدعيه من حمل، وبما أنه لا تجربة له فقد مضى إلى أحد الأطباء يسأله عن أعراض الحمل. لم يكن أي من تلك الأعراض يظهر على لطيفة.
قرر أن يعاملها بطريقة مختلفة، علم منها أنها لا تذكر متى فقدت عذريتها، وكان قد لاحظ وجود وشم بكتفها. أجابته أن الوشم من وحي أمريكي اشتغلت عنده وأقامت معه علاقات حميمية. قالت إنه كان وعدها أن يأخذها معه إلى أمريكا. عاشت على ذلك الحلم شهورا، وذات يوم اختفى الأمريكي. لم يكن عزيز يعلم شيئا عن ماضي لطيفة، وهو يذكر فقط يوم وصلت إلى منزله شابة متحجبة ما لبثت أن نبذت الكثير من الحياء وراءها. عادت وأكدت له أن كل ما تريده أن يمكنها من الوثائق التي تتيح لها الحصول على تأشيرة للعبور إلى أوروبا. في تلك اللحظة وقد ترسخ في ذهنه أنها تكذب، نهرها وهددها بالطرد إن هي كررت مزاعمها. فاجأته بأن صرخت في وجهه قائلة إنها لا تكذب وإنها حامل منها. اضطر عزيز إلى التفاوض مع لطيفة. اتفق في نهاية الأمر على أن يمنحها مبلغا من المال وأن تقوم بعملية إجهاض وتختفي من حياته إلى الأبد. تدبر عزيز المبلغ بأن باع دارا قديمة ورثها عن والده، وسلم لطيفة 50,000 درهم. بعدها لم تعد المرأة الشابة. كانت لطيفة تعيش مع والدتها، ولما علمت بحملها نصحتها بأن لا تجهض. حسب عزيز أنه تمكن من أن يقبر وبشكل نهائي ذلك الكابوس الذي كان يلاحقه. باشر إجراءات التكفل بأحد الأطفال المتخلى عنهم، وصار أكثر اهتماما بعمله، وبدأ نشاطه يستعيد وتيرته الواعدة. في تلك المرحلة بدأت عفاف تعاني من صداع يلازمها يؤرقها. ظنت في البداية أن السبب في ذلك كثرة الملفات التي تعالجها في مصلحة القروض الصغرى التي تتولى إدارتها. التهمت المسكنات من مختلف الأنواع، ولما لاحظت أن الصداع لا يغادرها عرضت نفسها على طبيب متخصص. أجرى لها فحوصا متعددة، كما وصف لها تحاليل وفحصا بالأشعة. جاءت النتيجة صادمة: عفاف تعاني من بوادر شيخوخة مبكرة للدماغ. كان قدرها حسب توقع الطبيب أن تصاب بمرض الزهايمر. سيلاحقها النسيان وربما أدركها عما قريب. كانت المرأة لحظتها تعي حجم ما هو آت، وقد أعدت ملفا طبيا متكاملا تدعمه آراء الخبراء وملاحظاتهم، وقدمت الملف إلى محام لدراسته والتثبت من أن حقوقها لن تضيع. بعد 5 أشهر بدأت تشكو النسيان، صار يلازمها في عملها وأثر على مردوديتها، وارتأت إدارة المؤسسة البنكية أن تعفيها من رئاسة مصلحة القروض الصغرى. أوكلت إليها مهمة أخرى وصارت تعمل تحت إمرة أحد مساعديها. لم تتقبل الأمر فهددتها الإدارة بالطرد. إذ ذاك طلبت من المحامي الذي كانت سلمته ملفها الطبي مباشرة الدعوى القضائية ضد المؤسسة البنكية. كانت الحالة الصحية لعفاف في تدهور مستمر، سرعان ما لم تعد تتذكر الكثير من الوجوه التي كانت مألوفة لديها. صارت لا تذكر كيفية استعمال أجهزة ومعدات منزلية كثيرة. كان عزيز يكرس الكثير من الجهد للاعتناء بزوجته وفاء لما قامت به من أجله منذ أن تزوجا. كان يحسب أن المغامرة التي كانت له مع الخادمة لطيفة صارت ذكرى بعيدة. مضت 7 أشهر أو ما يقرب من ذلك على رحيلها، ولكنه فوجئ بها ذات يوم من شهر مارس تدخل عليه المكتب. كانت تحمل في يدها مولودا. رجاها أن تغادر وضرب لها موعدا في أحد الفنادق. لما لحق بها أخبرته بأن والدتها عارضت فكرة الإجهاض، ولما وضعته طلبت منها أن تسلمه لأبيه. قالت إنها رأت أن الأولى أن يتولى أمر ولده على أن يتكفل بمولود لآخرين. طلب منها مهلة للتفكير، ولكنها ردت بأنها لن تستطيع الانتظار، إذ عليها أن تسافر إلى إسبانيا مع عائلة ثرية لتتولى العناية بامرأة عجوز. أضافت أنها إذا لم يتسلم منها الولد فستكون مجبرة على إيداعه دارا لرعاية الأطفال المتخلى عنهم.
في النهاية أمهلته 3 أيام. أمضى عزيز الليل يفكر في ذلك الطفل وفي حال زوجته التي ساءت كثيرا. ساوره شك في صدق ما تدعيه، وخطر بباله أن يخضع الوليد لتحليل جيني بغرض إثبات نسبه إليها. بعد 3 أيام عادت لطيفة تحمل المولود. كان عزيز ينتظرها، قصد بهما إلى مختبر للتحليلات. جاءت النتيجة مؤكدة أن المولود ابن طبيعي لعزيز الملاقي. أخذ الطفل وضمه إليه، وفي غفلة منها اختفت لطيفة. نزل إلى الشارع محاولا أن يلحق بها، ولكنها تبخرت. عاد عزيز إلى البيت يحمل المولود، وقد أوهم زوجته عفاف بأن قاضي الأسرة استدعاه وبلغه الموافقة على التكفل بصبي. كانت عفاف وهي تحتضن المولود تبدو غاية في السعادة، وقد خيل لعزيز أنها استعادت ذاكرتها. كانت تخطط لتعديلات في غرفة النوم حتى يظل قريبا منهما، ولكنها سرعان ما أغرقت في النسيان مرة أخرى. سعى إلى تسجيل الولد في كناش الحالة المدنية، وقد عزم على أن يضع مكان اسم الأم اسم زوجته عفاف المراد، لما ظهرت لطيفة من جديد 3 أيام بعد أن سلمته الصبي. جاءته هذه المرة بشهادة الميلاد التي تسلمتها من الطبيبة التي أشرفت على الولادة، وقد أصرت على أن يسجل الولد في اسمها، ودلته على مكتب للعدول حيث تم تحرير موجب ثبوت الزوجية. تركت له العنوان الذي ستقيم فيه في إسبانيا ثم انصرفت. مرت السنوات، كانت عفاف تغرق كل يوم أكثر في النسيان، وكانت أعمال عزيز في ازدهار. انتقل من المحمدية إلى الدار البيضاء حيث فتح وكالتين لصرف العملات. باع الفيلا التي كان يملكها في شارع محمد الخامس بالمحمدية، ثم انتقل ليستقر في الدار البيضاء. بلغ الطفل الذي سماه أمل 5، وآن الأوان ليلتحق بالمدرسة. لم يعد يبلغ عزيز أي خبر عن لطيفة. فوجئ ذات يوم باستدعائه من مفوضية الشرطة. لما حضر طلب منه أن يتقدم لدى مفوضية الشرطة في المحمدية إلى مكتب العميدة زهراء اللوى المكلفة بشؤون الأسرة. أبلغته العميدة أن لطيفة الكردال تطلب تمكينها من صلة الرحم مع ولدها أمل، وطلبت منه أن يحضر الوثائق التي أدلى بها لتسجيل الطفل. لما عاد في المرة الثانية وجد في مكتب العميدة امرأة أخرى حسبها من الشرطة، ولكنه رفع بصره إليها لما سمع العميدة تشرح لها السبل التي تتيح لها صلة الرحم مع ولدها. هي لطيفة تلك الماثلة أمامه، تبدو وقد نالها غنى كبير. علم أنها تقدمت بشكاية ضده تلتها مذكرة بحث لما تبين لها أنه رحل عن المحمدية، ولأنها لم تكن تعرف عنوانه الجديد. وافق على أن تزور ابنها في منزله على أن لا تشعره بأنها أمه، فقد ترعرع لا يعلم له أما غير عفاف. أخيرا تمكنت من أن تحضنه وتضمه إلى صدرها. آلمها ما حل بالسيدة البيت. علم عزيز منها لاحقا أن تلك العجوز التي كانت تتولى العناية بها جعلتها وريثتها الوحيدة، وكانت أمريكية ذات ثراء. اقترحت على عزيز القيام برحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعرض عفاف على الأطباء المتخصصين في أمراض الدماغ. بعد عودتهم من تلك الرحلة وقد ثبت أن لا أمل لشفاء عفاف من مرضها، تطوعت لطيفة للعناية بها. قالت إنها فرصة تبقيها قريبة من ابنها. وهكذا عادت إلى بيت عزيز زوجة ثانية هذه المرة. جاء عبد الله أيتزغار إلى هولندا في العام 1968. وقتها كان شابا في منتصف العشرينيات، هاجر من قريته القريبة من الناظور. كما كثيرين من أبناء المنطقة حلم عبد الله بمستقبل أفضل في قريته. لم يكن يفكر في الاستقرار في هولندا. والده الفلاح البسيط حمو أيتزغار ساير حلم ولده، وقدم تضحيات كبيرة ليوفر له جواز سفر وعقد عمل وثمن الرحلة ونفقات أيامه الأولى في المهجر.
هو يعي تماما أن عبد الله لن يخلف الوعد ولا الموعد ما أن يحصل على عمل وتستقيم أحواله في ذلك البلد البعيد هولندا. اشتغل عبد الله في ضيعة فلاحية قريبة من هيلموند غير بعيد عن الحدود الألمانية. لم تكن تجربته تختلف عن تجارب مهاجرين آخرين جاءوا من المغرب ومن تركيا أيضا. مرت 3 أعوام، للمرة الأولى يعود عبد الله إلى قريته. بدا مختلفا في لباسه وفي شعره الذي طال وتدلى على قفاه. تلك لحظة ظل ينتظرها 3 أعوام، أن يبدو مختلفا عن أبناء القرية. ثم انقضت العطلة وعاد إلى مهجره ذاك. في العام الذي تلا، في العام 72 900 وألف، جاء عبد الله بسيارة من النوع الذي يتخذ عنوانا للرفاه. كان والده حين يركب إلى جانبه يصر على أن يخرج يده من النافذة ويمسك بحاشية السطح. صيف ذلك العام قضي الأمر، تزوج عبد الله ابنة خاله التي كانت قد لزمت والدته منذ عام مضى، ستلحق به أشهرا بعد أن يعود. كان ذاك العام عام التحول الكبير في حياة الشاب القادم من الريف، لم يعد لديه حيز كبير لرفقة أيام العزوبية. في ربيع العام 75 900 وألف، رزق الزوجان مولودهما الأول وسمياه محمد سعيد. كان الاحتفال بالمولود الجديد احتفالا خاصا أقيم في هيلموند وأيضا في القرية هناك في الريف. كان الحفيد الأول لحمو أيتزغار، وطبيعي إذن أن يكون الاحتفاء به استثنائيا. ثم توالت الولادات وازدان فراش عبد الله في 10 سنين ب8 أطفال. منذ إذن صار وصوله إلى القرية في عطل الصيف لا يميزه البتة عن وصول آخرين من المهاجرين. جميعهم كانوا يأتون على متن باصات صغيرة. انتقل عبد الله أيتزغار للعمل في مصنع للصباغة في أمستردام، وكذلك استقر في ساسنهايم بالضاحية الشمالية للمدينة. كان أكبر أولاده محمد سعيد يبلغ من العمر وقتها 12 سنة، نحن في العام 87 900 وألف. كانت جميلة زوجته تحس بثقل الاعتناء بأفراد أسرتها الذين لا تنفك تتزايد مطالبهم. كان عبد الله الذي تخطى عتبة 40 يمضي الساعات الطوال في المعمل، يغادر البيت فجرا ولا يعود إلا بعد أن يكون الليل قد أسدل ستاره على المدينة. عطلة نهاية الأسبوع صارت فرصته الوحيدة للتسوق وتوفير ما تحتاجه الأسرة على مدى أسبوع كامل. في ذلك العام 87 900 وألف، أمسك للمرة الأولى بمحمد سعيد وهو يحاول أن يسرق لعبة إلكترونية في أحد الأسواق وسط أمستردام. لن تنسى والدته جميلة ذاك المساء الذي طرقت فيه الشرطة باب شقة الأسرة في ساسنهايم. رافقت الطفل إلى منزل الأسرة شرطية شابة. لم تكن جميلة تتقن الهولندية، ولكنها فهمت من الشرطية إجمالا أن محمد سعيد قام بمحاولة سرقة في السوبر ماركت. فهمت جميلة أيضا أن على عبد الله أن يحضر إلى مركز الشرطة الأقرب. في كل الأحوال فقد تركت له الشرطية استدعاء مكتوبا. تعثر محمد سعيد في الدراسة، وتتابعت حوادث السرقة التي تورط فيها، وتتالت المرات التي قبض عليه فيها. بالنسبة للشرطة المحلية في ساسنهايم، فإن محمد سعيد أيتزغار صار في جملة المراهقين الذين قطعوا أشواطا في الانحراف. ولذلك كلما حدثت عملية سرقة في منزل أو من سيارة مركونة كان الفتى يتلقى زيارة من شرطة ساسنهايم، ثم نبذته أسرته. لما بلغ 18 مثل للمرة الأولى أمام محكمة أدانته ب3 أشهر سجنا نافذا في قضية اعتراض سبيل وسرقة تحت تهديد السلاح. لم يكن المتهم الوحيد فيها، كان واحدا من مجموعة ضمت مراهقين هولنديين وأتراكا أيضا. في تلك المرحلة بدأ أن مسار الشاب محمد سعيد أيتزغار
قد رسم، وأنه مسار منحرف يبدو في نظر أسرته وفي نظر الشرطة أيضا أن تقويمه صعب وربما هو مستحيل، كانت أحكاما جاهزة تطوقه وتختم على حياته. في العام 95-900 كان محمد سعيد في 20 من العمر. في 10 أبريل من تلك السنة في محيط محطة القطار فورهوت، تعرضت شابة هولندية في 18 من عمرها لمحاولة اغتصاب نفذها 3 أشخاص، ولما فشلت المحاولة استولوا على حقيبتها اليدوية. قالت إنها لم تستطع تبين ملامح الذين اعتدوا عليها. نشرت الشرطة شباكها، وكان محمد سعيد من بين من جاءت بهم الشباك، وكان بين 2 آخرين توبع بتهمة احتجاز ومحاولة اغتصاب تلك الفتاة. حكم عليه بالسجن 1.5 عام، بالرغم من أنه ظل ينكر كل صلة له بالذي حدث لتلك الفتاة. لم يصدقه أحد، حتى أسرته لم تبدي تضامنا معه، لأنها لم تصدقه لما ظل يصرخ أنه بريء. قالت محاضر الشرطة إن حمضا نوويا يعود إلى محمد سعيد اكتشف على الضحية. في السجن تعرف على 2 أشخاص أدينوا في قضايا متباينة ومتفاوتة الخطورة. أنهى عقوبته، ولكن أيام حريته لم تدم أكثر من 2 شهر حين نودي عليه وحوكم في عملية سطو تعرض لها منزل امرأة مسنة. أعيد إلى السجن وأمضى هناك 6 أشهر، مرة أخرى لم يصدقه أحد حين قال إنه بريء، ومرة أخرى قام الحكم على دليل الحمض النووي لمحمد سعيد الذي قالت محاضر الشرطة تم العثور عليه في بيت الضحية. كان العمر يتقدم بالشاب، هو الآن في حدود 24، وقد أيقن أن الشرطة ستظل تتخذه متهما جاهزا للإدانة في كل القضايا التي تستعصي عليها، ولذلك قرر الرحيل عن هولندا. لم تعد له صلة بعائلته منذ فترة الآن. عبر الحدود واستقر في أونفيرس ببلجيكا. لم يكن ليحس وهو هناك أنه اجتث من محيطه اللغوي. في الآن نفسه صار بعيدا الآن عن الشرطة الهولندية. بحث عن شغل وتمكن في نهاية المطاف من العثور على عمل في مطعم وسط المدينة، وكذلك تعرف على مونيكا الفلامانية التي كانت تمد المطعم بالخضر. كانت ابنة مزارعين بلجيكيين. لا يذكر كل التفاصيل، ولكنه يعلم أنه وقع في حبها وأنها هي الأخرى وقعت في حبه. لم تتراجع لما حكى لها ذات عصر حين زارته في شقته قصته الكاملة. بدا الشاب وقد نحى نحو الاستقامة، وظن أنه وفق في إعطاء حياته نفسا جديدا، وأن كل يوم يمر يبعده عن ذاك الماضي الذي لم يكن وحده المسؤول عنه، بل أحيانا يظن أن المسؤولية تقع على الآخرين، على والده وعلى الشرطة الهولندية. كذلك كان يقول أحيانا. فكر في اتخاذ هوية جديدة، اسم آخر، ثم عدل. أراد أن يثبت لنفسه أنه تغير، وأن يلاحظ الآخرون أنه لم يعد ذاك المنحرف الذي كان. في العام 2002 في مركز الشرطة في ساسنهايم جيء على ذكر اسمه في قضية عملية سطو استهدفت سيارة، وكان الجميع يستعد للبحث عنه والقبض عليه. ولكن شرطيا ممن عمل سنوات في ساسنهايم وكان شبه موكل بمحمد سعيد أيتزغار، تفطن إلى أن الشاب لم يعد يقيم في هولندا منذ فترة، وأنه علم أنه استقر في بلجيكا. كشفت تلك القضية عن أخطاء لمعهد الطب الشرعي الهولندي بشأن الحمض النووي لمحمد سعيد أيتزغار. استدعى اكتشاف ذلك الخطأ النبش في القضايا التي أدين فيها الشاب الهولندي المغربي الأصل، وجاءت النتيجة مدوية. كان محمد سعيد أيتزغار صادقا حين ظل يقول حتى بح صوته أنه بريء من الاعتداء على تلك الشابة الهولندية بالقرب من محطة القطار فورهوت. كان صادقا أيضا حين ظل يصرخ أنه بريء من الهجوم على منزل تلك العجوز.
خرج الخبر للعلن، وتناهى إلى منزل أسرته أن محمد سعيد كان بريئا وحكم عليه بالسجن ظلما في قضيتين على الأقل. سر الخبر في أوساط المهاجرين بما أزال الكثير مما علق بشخص محمد سعيد. صحيح أن براءته الثابتة من قضيتين أدين فيهما لم تنظف بالكامل صورته، ولكنها ربما كانت بداية لإعادة النظر في تلك الأحكام الجاهزة التي كانت تحاصره. ثم بلغه الخبر، أمضى أياما في التفكير، كان وقتها يعد لحفل زواجه من مونيكا. ليلة الزفاف أبلغها ببراءته من قضيتين حكم فيهما عليه بالسجن خطأ. يعلم محمد سعيد أنه صار في قائمة مئات أمثاله حكم عليهم بالسجن تأسيسا على حجج واهية أو أدلة غير صحيحة، وينتظرون الحصول على تعويضات. تقع قرية إمرزجان على بعد كيلومترات من وارززات، وقد اشتهر رجالها بقدرتهم على التحمل وإنجاز الأشغال الشاقة، وفي جملتها حفر الآبار. في العام 79-900 قامت إحدى المقاولات المتخصصة في حفر الآبار باستقدام عاملين من قرية إمرزجان، أحدهما علي أيت عيسى ويبلغ من العمر 22 عاما، أما الثاني فاسمه عبد الرحمن مرزوق ويكبر ابن قريته بسنة واحدة، كان في ربيعه 23. كلا الشابين لم يتلقى من التعليم سوى ما حصله خلال سنتين أو دون ذلك كان يترددان فيها على كتاب القرية. عهد صاحب المقاولة إلى الشابين بحفر بئر في واحة النخيل في إقامة أحد الأثرياء كان ينوي تسخير مياه البئر في سقي حديقته، وقد استطاع الشابان علي وعبد الرحمن إنجاز العمل المطلوب منهما قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، وهو ما سر له صاحب الإقامة الذي منحهما مكافأة مالية سخية. توالت المهمات التي كان يعهد بها صاحب المقاولة إلى الشابين. في السنوات الثلاث التي قضاياها في خدمته تمكن من حفر ما يقرب من 30 بئرا تراوحت أعماقها بين 20-50 مترا، بل إن بعضها زاد عمقه على 50 مترا. خلال تلك السنوات راكم علي وعبد الرحمن خبرة لا يستهان بها، كما أنهما استطاعا أن ينسجا شبكة علاقات مع الزبناء. تنبه إلى أن صاحب المقاولة الذي لم يكن يملك سوى معدات بسيطة لرفع الأتربة من الآبار أثناء الحفر كان يجني مداخيل محترمة بينما لا يرقى أجرهما إلى مستوى الحد الأدنى للأجور. في مطلع ثمانينيات القرن الماضي شهدت البلاد حالة جفاف، وقد قرر الشابان الانفصال عن المقاول، راجع علاقتهما به إذ تعاقد معه على أن يكون أجرهما سعر معلوم للمتر المكعب من الأتربة التي يتم استخراجها. زاد دخل الشابين وصارت تراودهما الآن فكرة إحداث شركة خاصة بهما. تيسرت لهما الفرصة لما قام بحفر بئر في منزل رجل ساعدهما على إحداث الشركة. كان ما ادخراه يتيح لهما شراء معدات العمل، كما اشتريا شاحنة صغيرة يسخرانها في نقل العتاد. اتسعت دائرة عملهما فكان لهما زبناء في مراكش وفي أجدير وفي الدار البيضاء. كانت أسعار حفر الآبار في الدار البيضاء ومحيطها أكثر إغراء، ولذلك قرر ابناء قرية إمرزجان الاستقرار هناك. استأجر بيتا في حي شعبي على أمل شراء منزل في منطقة لا تكون فيها أسعار العقار مرتفعة. بعد سنتين أمضياها في الدار البيضاء وقد بدأ العمر يتقدم بهما نحو 30، قرر الشابان العودة إلى قريتهما بأطراف ورززات وانتقاء شابتين للزواج خاصة، ولم يعد لديهما الآن مشكل للسكن إذ اشتريا منزلا من طابقين. في أواخر صيف العام 86-900 عاد عبد الرحمن مرزوق وعلي أيت عيسى إلى الدار البيضاء ومع كل واحد منهما زوجة شابة. استقر عبد الرحمن وزوجته مسعودة أيت حدو في الطابق الأرضي، بينما اتخذ علي وزوجته حليمة الفاتح من الطابق العلوي مسكنا. مرت السنوات، كان الرجلان يخرجان كل صباح معا
يبحثان عن صفقات جديدة أو لإنجاز أشغال في عهدتهما. رزق علي 3 أطفال، ولم ينجب عبد الرحمن الذي بعد أن تردد على أكثر من طبيب أيقن أنه مصاب بالعقم. بعد 4 سنوات صار الطابق الأول يعج ب5 أطفال فضلا عن والدهم علي وأمهم حليمة. كانت المرأة تفني أيامها في خدمة الزوج والأطفال، كانت أشغال البيت ترهقها، حتى إذا جن المساء نامت حيثما غلبها النوم. حين يعود علي إلى البيت يجد زوجته وقد نامت وسط أطفالها 5، كان ذلك يزعجه. في مرات عاد فيها باكرا وجد في البيت مع حليمة زوجة شريكه عبد الرحمن، كانت مسعودة تبدو وكأنها لم تفقد شيئا من نضارة الشباب. لم يكن لها من شغل سوى إسعاد زوجها، وكانت علامات السعادة ظاهرة على محيا عبد الرحمن. كان علي كثيرا ما قارن بين زوجته حليمة أم أطفاله 5 ومسعودة زوجة عبد الرحمن. كانت الأولى قد نبذت منذ سنوات الآن الاعتناء بنفسها، وكانت الثانية أنيقة في نظارتها. ولما تكررت لدى علي نوبات المقارنة بين حليمة ومسعودة وقع من حيث لا يدري في حب مسعودة. لم يكن رجلا يجري وراء شهواته في الشارع، ولكنه يجد الآن في نفسه إحساسا جارفا يدفعه إلى مسعودة حليلة جاره وابن قريته. صار يفكر الآن في الطريقة التي توصله إلى مسعودة، خلص إلى أن الوصول إلى من أخذت قلبه وعقله معا يمر عبر التخلص من عبد الرحمن. خطط للتخلص منه دون أن يترك أثرا يقود إليه. من الدروس التي تعلمها من حرفة حفر الآبار أن الأكسجين يقل عند أعماق محددة، وأنه لا يكون بمقدور العامل البقاء في البئر أكثر من ساعة واحدة. في تلك الأيام كان عبد الرحمن وعلي يتوليان حفر بئر في الدار البيضاء. كان يتناوبان، مرة ينزل عبد الرحمن إلى قاع البئر للحفر، ومرة علي. كان على من ينزل إلى القاع أن يسحب معه قنينة أكسجين وأن لا يمكث أكثر من ساعة. قلب علي في مخيلته تلك المعطيات فرأى أنها تتيح له القيام بجريمة كاملة، كذلك اعتقد، وكذلك قرر أن يتخلص من صاحبه. في الغد لما كان دور عبد الرحمن في الحفر وبعد أن مرت ساعة أبطأ علي في تزويد صديقه بالأكسجين، بل إنه قام بإنزال أنبوب إلى البئر ربطه بعادم السيارة، أدار المحرك، كان غاز ثاني أكسيد الكربون يتدفق إلى البئر. بعد لحظات لم يعد يسمع حركة لصديقه، انتظر نحو ساعة أخرى، أخرج الأنبوب الذي كان قد ربطه بعادم السيارة ودفنه في مكان قريب، ثم بعد ذلك فقط اتصل بالوقاية المدنية. بحضور الشرطة تم إخراج جثة عبد الرحمن من البئر، كان واضحا أن الرجل مات مختنقا لانعدام الأكسجين. تلقت مسعودة الخبر الفاجعة، تم دفن عبد الرحمن. صار علي يرى مسعودة الآن في متناول يده. سعى في البداية إلى إقناع زوجته حليمة بضرورة الإبقاء على البيت المشترك. قال لزوجته إنه سيكون ملزما بدفع نصف ما يحصل عليه من مداخيل إلى أرملة عبد الرحمن، وإن ذلك سيعني تراجعا في مستوى المعيشة. خلال الأشهر الأولى أظهر بالملموس لزوجته حليمة أن تقاسم الدخل يعني تدهورا في مستوى حياة أسرته، كما سعى إلى إقناعها بأن بقاء مسعودة وحيدة يطرح في حد ذاته مشكلة. بالتدريج جعل علي زوجته حليمة تتقبل فكرة زواجه من مسعودة، بل إنه جعلها تدفعه إلى الزواج منها. كانت لها دوافعها الخاصة، فزوجها علي كان كثير الخصام لأنها لم تكن تخلو له بسبب كثرة أشغالها. ما أن انتهت عدة مسعودة حتى فاتحها فيما كان يريده، لم ترد طلبه، كانت ترى في الزواج من علي حماية لها. مرت شهور وعلي ينعب بمسعودة، ومسعودة الطيبة الجميلة لا تدخر جهدا في إسعاده كل يوم أكثر، وكانت إلى ذلك لا تتردد في مساعدة حليمة على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها.
طمحت مسعودة إلى التعلم ومحو أميتها، ولذلك سجلت نفسها في دروس محو الأمية التي كانت تقدمها إحدى الجمعيات. في تلك الفترة حدث ما لم يكن يتوقعه علي، فقد حضر من قرية إمرزجان شقيق الهالك عبد الرحمن، اسمه سعيد مرزوق، وقد جاء يطالب بنصيبه فيما خلفه شقيقه من إرث، وهو المنزل الذي يسكنه علي وزوجتاه وأبناؤه. كان الرجل ضيفا ثقيلا، أصر على الإقامة في الشقة التي كان يسكنها شقيقه الهالك، بل إنه لم يتردد أكثر من مرة في تعيير أرملة شقيقه بزواجها من علي. كان يتهمها بأنها نسيت بسرعة كل السنوات التي قضتها معه. أبلغت مسعودة زوجها علي بما يقوله سعيد، شقيق زوجها السابق، كانت غاضبة، أغضبت علي الذي قال بالحرف: إذا لم يتوقف فسوف أتخلص منه هو أيضا. تلقت مسعودة باستغراب ما لبثت أن كتمتها ما قاله علي. صارت تلك العبارات تثير لديها الكثير من الأسئلة: سوف أتخلص منه هو أيضا، هل قتل عبد الرحمن؟ كان سعيد في تلك الأيام يعمل مع علي في حفر الآبار، شغله في محاولة لإلهائه عن المطالبة بنصيبه في البيت. في الأيام التي تلت كانت مسعودة تحاول استفزاز علي، تؤجج كل يوم أكثر غضبه على سعيد، وتحاول الحصول منه على الكيفية التي يريد التخلص بها منها. ذات ليلة قال لها إنه سيجعله يموت اختناقا في قاع البئر. كانت مسعودة قد أسرت لإحدى المسؤولات عن الجمعية التي تقدم دروس محو الأمية بالشكوك التي كانت تساورها حول تورط زوجها الحالي في قتل زوجها السابق عبد الرحمن، ولما علمت أنه يريد قتل سعيد بأن يجعله يموت اختناقا في قاع البئر أبلغتها بذلك. كانت مسؤولة الجمعية قد بلغت عميد الشرطة في الدائرة بالموضوع، وضع علي تحت المراقبة، وفي اليوم الذي كان قد حدده للتخلص من سعيد أبلغت الوقاية المدنية. كان سعيد بدوره قد أبلغ بما يدبره له علي. لما نزل سعيد إلى قاع البئر وكان عميد الشرطة يراقب من بعيد، غادر علي إلى أحد محلات بيع الأنابيب. أثناء غيابه نزل أحد رجال الوقاية المدنية وزود سعيد بقنينة أكسجين. لما عاد علي مد أنبوبا ربطه بعادم السيارة إلى داخل البئر، أدار المحرك. تظاهر سعيد بأنه يطلب قنينة أكسجين، لم يلتفت إليه علي. ثم بعد ربع ساعة أيقن علي أن سعيد قد مات. انتظر بعض الوقت واتصل بالوقاية المدنية. لما حضرت ونزل أحد رجالها إلى قاع البئر وعاد ومعه سعيد، كان حيا. صعق علي. لما أفاق كان أمامه عميد شرطة الدائرة الأمنية، العميد نفسه الذي حضر إخراج جثة عبد الرحمن قبل نحو سنة. لم يجد المحققون صعوبة تذكر وهم يستنطقون علي. باح بكل شيء لما علم أنه خسر كل شيء. أشياء كثيرة تحدث في أبواب المدارس والثانويات، قد لا تثير الانتباه لفترة قد تطول، وحين تنكشف وتتبدى تقع الكارثة. كانت راديا لطيف تلميذة متميزة طوال سنية الدراسة الماضية، وقد بلغت الآن السنة الأولى من الطور الثانوي. التحقت بإحدى الثانويات في القنيطرة حيث ولدت وترعرعت، وحيث كان والدها الحاج المعطي لطيف يتاجر في مواد البناء. أمها التي كان حظها من التعليم البكالوريا ربة بيت، وقد ساعدت ابنتها راضية في دراستها وتولت تنشئتها على أسس التدين والحشمة وكل القيم النبيلة، وقد بدا أنها نجحت في ذلك. أما أبوها الحاج المعطي فقد كان منهمكا في تجارته، غارقا في مشاكلها. كان رجلا متدينا إلى درجات تلامس التشدد، يتردد على كثير من المشايخ، يسأل أهل الذكر عن قضايا تخص أمور دينه ودنياه، يعود إلى منزله بعد أن يصلي العشاء في المسجد. وغالبا ما يكون أطفاله الأربعة وكبراهم راضية قد آووا إلى أسرتهم وناموا.
كان يرى أن الأهم أن يوفر لهما المأكل والملبس، وأن يحرص على أن يحترموا الشعائر الدينية، وكان يعول في الباقي على زوجته الحاجة زهرة ابنة خالته، فهي التي تتابع دراستهم، وهي التي تعد لهم الطعام وتراقب كل شيء. كانت الثانوية التي التحقت بها راضية في العام 2007 بعيدة عن منزل عائلتها. في مرحلة أولى كان والدها يضطر إلى اصطحابها في سيارته والحضور لإعادتها إلى البيت في منتصف النهار وفي المساء، وكثيرا ما كان يتأخر، وكثيرا ما كانت تظل تنتظره في باب الثانوية. أحيانا يمضي كل التلاميذ وتبقى هي في انتظاره. كان يحدث ذلك حين يصادف موعد خروجها من الثانوية موعد صلاة المغرب. كان الحاج المعطي حريصا على أداء الصلاة في أوقاتها وفي المسجد. بالنسبة إليه أن تنتظر راضية 10 دقائق أو ربع ساعة بعد خروجها من الثانوية لن يسبب أي ضرر. كان الرجل موقنا بأن ابنته تلقت تربية تقيها كل زيغ أو انحراف، كذلك كان يظن. في باب الثانوية كل يوم أمطرت السماء أم سطعت الشمس، وخلال كل أيام الأسبوع ما عدا الأحد كان يقف رجل يشي مظهره بأنه في العقد الرابع من العمر. كانت له عربة اتخذها من عربة أطفال قديمة، حيث كان المهد وضع صندوقا يفتح غطاءه ويضع فيه في صفوف متراصة بعض علب البسكويت والحلويات. أجيال من تلاميذة تلك الثانوية تعاملوا معه، اشتروا منه ما كان يعرضه من بضاعة. ولكن الرجل الذي لا يعرف سوى اسمه الشخصي مرزاق كان يبيع أيضا السجائر بالتقسيط، وكثير من التلاميذ والتلميذات كانوا يشترون منه بضع سجائر كل يوم، وكان هو من يسر لكثير منهم سبيل الإدمان. كان يخفي علبة السجائر وراء صف علب البسكويت أو يخرجها من جيبه حين يأتيه أحد أولئك المراهقين يريد شراء سيجارة أو اثنتين. تطورت تجارة مرزاق وصارت الحلوى وعلب البسكويت مجرد غطاء وراءه يكمن نشاط يدر عليه مداخل هامة. صار يبيع السجائر المهربة، كان ثمنها يغري المراهقين ويدفعهم إلى الإنغماس أكثر في الإدمان. خلال الأشهر الأولى كانت راضية تتحاشى الوقوف عند عربة مرزاق، هندامه يحيلها على صورة الأشرار تلك التي ترسخت في ذهنها، وكانت طريقته في الكلام تؤكد لها تلك الصورة التي كونتها عنه. مرزاق كان آخر من يغادر باب المدرسة، لا ينصرف حتى ينصرف آخر زبائنه، ومنهم تلاميذة كثيرون دأبوا على الاستدانة منها. لم يكن لديه كناش لتقييد الديون كما هو الحال عند أصحاب البقالة في الأحياء الشعبية، كانت ذاكرته قوية. في المرات التي كان الحاج المعطي يتأخر في الوصول إلى المدرسة كانت راضية كثيرا ما تجد نفسها وجها لوجه مع مرزاق. لم يكن يكلمها، ولكنها كانت تسمعه من موقعها في باب الثانوية وهو يغني، لعله كان يغني، ولكنها لم تكن تفهم شيئا من كلامه، وصارت تظن أن الرجل يؤدي نشيد المساء كل يوم قبل أن يبرح باب الثانوية ويمضي وهو يدفع عربته. اكتشفت راضية أن إحدى زميلاتها في القسم تسكن نفس حيها. كانت بشرى تسكن بضع شوارع فقط أبعد من منزل عائلة لطيف، وقد علمت منها أنها تأتي إلى الثانوية على متن الحافلة. قالت لها إنها حصلت على بطاقة اشتراك لقاء 100 درهم في الشهر، وقد سرت راضية بذلك ومضت إلى أمها تبلغها أنها وجدت حلا لتنقلها إلى المدرسة. أخبرتها عن بشرى وعن الحافلة. استقر رأي الحاجة زهرة على تجربة هذا الحل لفترة لا تتجاوز شهرا واحدا. فاتحت زوجها في الموضوع، عارض بشدة في البداية، ثم مال إلى اللين لما ذكرته بأن ابنتهما تضطر إلى انتظاره في باب الثانوية وحيدة لما لا تسمح له ظروفه بالحضور في الموعد.
وافق في النهاية على أن يجرب هذا الحل لشهر واحد. كانت راضية في 16، وقد بدأت تبدي منذ فترة محاولات للاعتراض على نمط الحياة السائد في البيت. كانت والدتها وهي الأقرب إليها تحاول التغاضي عن أمور، ولكنها لم تكن تبدي أي لين فيما يتعلق بالملبس والشعائر الدينية. وقد وجدت راضية نفسها تتجاذبها إيقاعات الأوقات التي تمضيها في الثانوية وما يملى عليها من سلوك في البيت. صارت ترى في والدتها امرأة لا تريد لها أن تنفتح، بينما كانت زميلاتها في الثانوية تظهرن بمظهر مختلف، ولذلك نزعت في تلك الفترة إلى إبداء انغلاق وتقوقع صار يقلق والدتها. تراجعت نتائجها الدراسية وصارت تتمرد على أسرتها. ذات مرة قالت إنها ترفض ارتداء غطاء الرأس، ولما بلغ والدها ذلك زجرها، ولما حاولت أن تبدي رأيها صفعها، بكت في صمت، ظلت تبكي إلى أن نامت. ما لم تكن تعرفه الحاجة زهرة ولا الحاج المعطي لطيف أن راضية صارت تحكي لصديقتها الجديدة بشرى عن كل ما يحدث لها مع أسرتها، وكانت بشرى تحرص على مواساتها، ثم بالتدريج صارت تأتي لها بالأجوبة. كانت راضية ترى أن ما تقوله صديقتها غالبا ما يستجيب لما كانت تتوق إليه، ثم تطورت الأمور وعرضت عليها صديقتها حلا سحريا، أن تبدي لهم في البيت ما يودون رؤيتها عليه، وأن تمضي فيما تريده حين تكون بعيدة عن أنظارهم. تعلم راضية أن صديقتها تحب زميلا لهما في القسم، كانت من حين لآخر تمضي معه بعض الوقت بعيدا عن الثانوية في مقهى وسط المدينة، وكانت تحكي لها عن مغامراتها. صار الحاج المعطي نادرا ما يلتقي ابنته الكبرى. التغيير الذي طرأ على جسمها كان يبعث إليه برسائل صارت تؤرقه الآن. قيل له زوجها واسترح، قيل له كفاها تعليما، وقيل له وقيل له، ولقد هم بفصلها عن الدراسة، ولكن والدتها عارضت بشدة. لاحظ الحاج المعطي هو الغارق في أعماله أن راضية تذهب إلى الثانوية كل يوم من 8 صباحا إلى 12 زوالا، ومن 2 بعد الزوال إلى 6 مساء. أثارت انتباهه رتابة التوقيت وانتظام ساعات الدراسة على ذلك المنوال من 2 إلى 7. ظلت نتائجها الدراسية في تراجع. وقد تذكر المعطي أنه لما كان تلميذا في الثانوي لم يكن البرنامج الزمني بتلك الرتابة. لاحظت الحاجة زهرة أن طباع ابنتها تبدلت، وأنها صارت تبدو وكأنها تعاني من مرض ما. حاولت أن تعرف منها أسباب انزوائها، ولكن محاولاتها لم تثمر. قرر الحاج المعطي أن يفرض عليها مراقبة. ذهب ذات صباح من شهر أبريل إلى الثانوية وطلب البرنامج الزمني للقسم الذي تدرس به ابنته. لاحظ أنه لا يتضمن أي حصص للدراسة مساء الأربعاء ويوم السبت، كما أن ساعات الخروج والدخول تختلف من يوم لآخر. انتظر مساء الأربعاء، اكترى سيارة حتى لا ينكشف أمره، ووضع نظارتين كبيرتين وتبعها. توجهت إلى الثانوية، ولكنها لم تدخل. قابلت مجموعة من التلاميذ، كانت معها بشرى، تحلقوا حول عربة مرزاق. رأى أن البعض منهم اشتروا سجائر، أحدهم لم يتردد في إشعالها في باب الثانوية. ثم تحركت المجموعة وفيها ابنته راضية. توجهوا إلى أرض خلاء تقع في الجزء الخلفي من الثانوية، نزل واقتفى أثرهم. تحت شجرة هناك رآهم يجلسون. أشعل بعضهم السجائر بينما كان آخرون يعدون لفافات الحشيش. رأى مندهشا كيف أن ابنته راضية تناولت من أحدهم لفافة وشربت منها. أحس بأن دماغه يكاد ينفجر. تقدم نحوهم يصرخ. فوجئت به راضية، حاولت أن تهرب، حاول أن يلحق بها، سقط، ابتعدت
ثم التفتت إلى جهته، كان ملقا على الأرض. عادت إليه، كانت تبكي، ثم أصابتها نوبة هيستيريا. جلست إلى جانبه وصارت تصرخ: دعني أمضي، البنوة ليست خبزا وملبسا وأوامر، دعني أمضي. كانت تضرب بكفيها على الأرض، لم يكن يجيب. خرج مسؤولون في المدرسة يستطلعون الأمر، اكتشفوا مشهد الحاج المعطي وابنته. لما نقل إلى المستشفى تبين أن الرجل أصيب بصدمة تسببت له في انهيار عصبي. الذين يعرفون البحر ورجاله يعلمون أن البحارة حين يطول بهم الإبحار وتطول في الزمن والمسافة رحلات الصيد أو السفر، يعتري سلوكهم توتر لا يستطيعون إخفاءه، وكثيرة هي الاحتكاكات التي تقع على ظهر السفن. الذين يعرفون البحر ورجاله يعلمون أن الرتابة تغلب على إيقاع العمل على ظهر السفن، ويقال إن تلك الرتابة من عوامل التوتر الذي يعاني منه البحارة. قائد الباخرة يقضي وقته بين مقصورة القيادة وغرفة النوم، يشتغل 12 ساعة ويستريح 8 ساعات. في أرجاء السفينة بحارة يمضون الشهر والشهرين مبحرين، يقومون بالحركات ذاتها والأشغال نفسها، وهم في عزلة عن العالم الخارجي. أيامهم عمل ونوم، والمشهد مدى أزرق وموج يتلاطم وسماء يتباين لونها باختلاف الفصول. كذلك هو الروتين الذي يعيشه البحارة وهم في سفنهم في أعالي البحار. حين ينزلون إلى اليابسة لا تخطئهم العين. كما على ظهر السفن، كل السفن كانت الحياة على ظهر سفينة الصيد كسانغ جيانغ. هي سفينة صيد كورية جنوبية يقودها ربان كوري جنوبي، بينما كل أفراد طاقمها باستثناء الطباخ من المغاربة. في غشت من العام 10 و2000 كانت السفينة مبحرة قبالة الساحل الجنوبي للمغرب. كان قد مضى نحو شهرين على إبحارها، وكانت مزودة بمخزن كبير يتم إيداع الأسماك فيه وتبريدها إلى أن يتم إفراغها في أحد الموانئ المغربية. صباح 25 من غشت خرج القبطان شو دوري من غرفة نومه في أسفل السفينة وقصد إلى مقصورة القيادة. لما وصل إلى أعلى السلم على ظهر السفينة بالقرب من باب مقصورة القيادة، اكتشف جثة أحد البحارة وسط بركة من الدماء. جس نبض الرجل، كان ميتا. اتصل الربان بالمراقبة البحرية المغربية وأبلغ بما اكتشفه. حرص على أن لا يقترب أحد من الجثة أو من محيطها حتى لا يتغير شيء في معالم الجريمة. أمر القبطان بالتوجه بسفينته إلى ميناء مدينة الدخلة. بعد ساعة كانت السفينة راسية في الميناء. طلب من كل البحارة الموجودين عليها أن يلزموا مواقعهم. صعد إلى السفينة قائد الدرك الملكي في المنطقة القبطان ميمون العسلي، ومعه الطبيب الشرعي وممثل عن السلطات المحلية. صعدوا إلى أعلى السفينة. كانت الجثة هناك في بركة من الدماء. أكد الطبيب الشرعي أن الرجل فارق الحياة قبل عدة ساعات. لاحظ أن القتيل يحمل جرحا غائرا في الرأس، إصابة كادت تقسم الجمجمة إلى نصفين. غير بعيد لاحظ القبطان ميمون وجود ساطور على أرضية سطح السفينة، كان مباشرة تحت قارب النجاة. أخذ منديلا ورقيا ثم تناول الساطور، كان على حده أثر دم، وكانت بجوار الجثة آثار أقدام متجهة إلى داخل السفينة، آثار رسمت بدم الضحية. بدأت التحريات بالسعي إلى تحديد هوية القتيل. كان بحارا مغربيا في 35 من العمر يدعى محمد الطويسي. علم القبطان ميمون أن الرجل يعمل على متن باخرة الصيد الكورية منذ شهرين. لم يكن ربان السفينة شودوري يتحدث سوى لغته الكورية والإنجليزية، ولذلك وجد القبطان ميمون العسلي صعوبة في التواصل معه. اتصل بالوكيل العام للملك وأبلغه بالمعاينة التي قام بها، كما أحاطه بالصعوبة التي يلاقيها في التخاطب مع ربان السفينة الذي لا يتحدث إلا لغته الأم والإنجليزية.
كان بين ضباط الأمن الوطني في مدينة الدخلة ضابط يجيد الإنجليزية، وقد تم الاتصال به ليتولى الترجمة. التحق فورا بالباخرة الرأسية في ميناء الدخلة وبدأ الاستماع إلى أفراد الطاقم. علم القبطان ميمون من ربان السفينة أنه استيقظ في 6 صباحا وتوجه إلى مقصورة القيادة في أعلى السفينة، وفي الطريق عثر على الجثة. قال إنه لم يستنفر أيا من مساعديه واتصل بسلطات المغربية مبلغا بالذي اكتشفه. كان طبيعيا أن يسأل الربان عن الساطور الذي عثر عليه بمقربة من الجثة. قال إن ذلك الساطور من الأدوات التي تستعمل في مطبخ السفينة لتقطيع اللحم. لم يكن الربان بحاجة إلى التذكير بأن كل باخرة تتوفر على مخزن للأغذية التي يكون في جملتها كميات هامة من اللحوم. اتصل القبطان ميمون ببعض البحارة المغاربة الموجودين على ظهر السفينة، ولكنهم لم يدلوا بما يضيف شيئا إلى التحقيق. قالوا إن الربان أجبرهم على لزوم أمكنتهم منذ 6:00 صباحا. كان من بين أفراد الطاقم ميكانيكي مغربي اسمه عبد الرحمن بوحمرون. قال الميكانيكي إنه أحس بارتفاع الحرارة في موقع عمله فقام بفتح باب الغرفة. في تلك الأثناء رأى شبح شخص يمر مسرعا، ما لبث أن اختفى في الظلام. قال إنه لم يستطع أن يتبين ذلك الشخص الذي قصد الطابق الأسفل من السفينة. شخص واحد فقط ممن هم على ظهر السفينة لم يتم استجوابه حتى الآن، يتعلق الأمر بالطباخ، وكان كوريا لا يعلم من اللغات إلا لغته الكورية. نزل القبطان ميمون إلى مطبخ السفينة، اضطر إلى الاستعانة بربان السفينة لأنه وحده يتكلم اللغة الكورية. كان القبطان ميمون يطرح السؤال بالعربية، فيقوم ضابط الشرطة بترجمة السؤال إلى الإنجليزية، فينقل الربان السؤال إلى الطباخ باللغة الكورية. كان الطباخ يرد بالكورية ويترجم الربان الرد إلى الإنجليزية، ويترجمه ضابط الشرطة إلى العربية. كم هي ملتوية هذه الطريقة. عندما سأل القبطان ميمون الطباخ عن وجود الساطور غير بعيد عن الجثة، لاحظ أن قائد السفينة دخل في حوار مع الطباخ، واعتبر أنه بذلك إنما يعرقل التحقيق والبحث. نبه القبطان ميمون الربان الكوري شو دوري، وحذره من كل محاولة للتضليل. بعد ذلك صار ينقل السؤال إلى الطباخ دون التواءات. قال الطباخ إنه لم يستعمل الساطور منذ أيام. ولاحظ القبطان ميمون أن الرجل حافي القدمين. سأله لماذا لا ينتعل حذائيه؟ رد أنه بسبب طول المدة التي يقضيها واقفا في المطبخ، وحين تكون الحرارة مرتفعة فإن الحذاء يضغط على قدميه، ولذلك تخلى عنهما وقام بغسلهما. طلب القبطان ميمون رؤية الحذائين. بهدوء جاء الطباخ بحذائيه. كان الرسم الذي بقاعهما يشبه تماما أثر الأقدام التي رصدت قرب بركة الدم في أعلى السفينة. بعد إبلاغ وكيل الملك بتلك المعلومات، أمر بنقل الجثة إلى مستودع الأموات، بينما اقتيد ربان السفينة والطباخ إلى مقر قيادة الدرك الملكي بالداخل لاستكمال البحث. سعى القبطان ميمون في البدء إلى إقناع الطباخ الكوري بأن إنكاره لن يجدي نفعا، لأن الساطور من الأدوات التي لا يحق لأي كان سوى الطباخ أن يستعملها. أبلغه أنه علم أنه كان يمنع منعا كليا على البحارة المغاربة أن يدخلوا إلى المطبخ، وأنه عما قريب سيحصل على الدليل القاطع على أنه متورط في جريمة قتل البحار المغربي محمد الطويسي. لم يفت القبطان ميمون أن ينبه الطباخ الكوري إلى أنه إذا ما ثبت أنه القاتل فإنه سيكون في مواجهة حكم بالسجن المؤبد أو الإعدام. كان واضحا أن القبطان ميمون ينحو الآن منح الصرامة، وهو ما استشعره ربان السفينة شودوري الذي سعى إلى إقناع الطباخ بالتصريح بكل ما يعلم. قال الرجل إنه استيقظ في حدود 5 لتحضير وجبة الفطور للربان، وقبل أن يباشر العمل صعد إلى أعلى السفينة، أشعل سيجارة. في تلك اللحظة التحق به البحار المغربي محمد الطويسي. قال الطباخ إن الرجل طلب منه أن يعطيه سيجارة فرفض. قال إن ما كان لديه من سجائر لن يكفيه حتى ترسو السفينة في الميناء.
ادعى الطباخ أن البحار المغربي كان مصرا على الحصول على سيجارة. تعالى صراخ الرجلين ولم يكن أي منهما يفهم لغة الآخر، ثم تعارك. تغلب المغربي على الطباخ الكوري وانتزع منه علبة السجائر، فتحها والكوري ينظر، ثم أخذ سيجارة وأشعلها ومزق ما بقي من سجائر. يعترف الطباخ الكوري أنه استشاط غضبا لما رأى محمد الطويسي يمزق علبة السجائر بما فيها. حينئذ نزل إلى المطبخ، حمل الساطور وعاد. كان محمد الطويسي ينتشي بسيجارته، جاءه من الخلف وضربه بالساطور على رأسه وبقوة. تدفق الدم بغزارة من رأسه ولم يلبث أن فارق الحياة. ظل ينظر إلى الجثة، قال إنه كان حائرا وزعم أنه لم يكن يريد أن يقتل البحار، ولما تحرك يريد النزول إلى المطبخ لاحظ أثر حذائه، خلع الحذاء ومضى إلى المطبخ ليعد وجبة الفطور للربان. بعد ذلك نظف الحذائين مما علق بهما من دم. تم إقفال المحضر وقدم الطباخ الكوري الجنوبي ذي ماوبي إلى الوكيل العام للملك بتهمة الضرب والجرح العمدين المفضيان إلى الموت دون نية إحداثه. استقرت في منزل قديم بدوار بطاعة بفاس سيدة لها طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 3 أعوام. لم يكن استقرارها هناك ليمر دون أن يلفت الانتباه بل وبعض الاستغراب. في العام 2000 كانت المرأة التي تسمى الضاوية حالة فريدة لامرأة اختارت الاستقرار في ذاك الدوار. عدا أنها تسمى الضاوية وأن طفلتها تسمى نادية لم يكن جيرانها يعلمون عنها الكثير. كانت المرأة تغادر منزلها صباحا ولا تعود إلا بعيد المغرب، وفي فصل الصيف لا تعود إلى البيت سوى في ساعة متأخرة. في نهاية الأمر لم تكن مصدر قلق لجيرانها الذين يعمل أغلبهم في الفنون المختلفة للصناعة التقليدية. امرأة مسكينة تعيش وحيدة لا يكاد يسمع لها صوت، ومع ذلك فإن الساعات الطوال التي تمضيها في الخارج حركت بعض الألسن التي لاكت سيرتها بسوء وهيجت فضول آخرين. أين تمضي الضاوية كل يوم ومعها طفلتها الصغيرة؟ قيل إنها ربما تعمل خادمة في البيوت، وقيل غير ذلك، ولم يأتي أي من الذين قالوا بدليل يثبت ما ادعوه. مرت 2 سنوات، الطفلة التي كانت الضاوية تحملها على ظهرها حتى تسرع الخطى إلى وجهاتها صارت تقوى على المشي. لم تكن الضاوية قد تخطت 30، ولعلها قالت مرة لإحدى جاراتها الفضوليات إنها طلقت من زوج بخيل سقيم. شاع في الدرب الذي تسكنه أنها جاءت إلى فاس من سيدي قاسم، ولكن ما كان يروج همسا ووسوسة بين نساء الدرب بقي فرضيات وكلاما لا يسنده دليل. لاحظ سكان الدرب أن الضاوية لم تستقبل في بيتها ضيفا ولم يزورها أحد منذ سكنت دوار بطاعة، حتى في الأعياد الدينية لم يسبق لها أن تلقت زيارة من أي كان. ذات صباح اقتفى أحدهم أثرها، رآها تسلك الدروب مبتعدة عن الحي، ثم في لحظة ما حين اقتربت من جامع القرويين اختفت ولم يعثر لها الذي اتبعها على أثر، وقد ظن أنها دخلت دارا هناك حيث تعمل خادمة. كبرت الطفلة نادية، هي الآن في 6، وهو عمر يفترض أن تكون قد التحقت فيه بالمدرسة. ما كان يهم الجيران الذين أبدوا تقربا إليها أن يعلموا منها أين تمضي أوقاتها حين تغيب عن المنزل خلال تلك الساعات الطوال، وكذلك علموا منها أن أمها تتركها في مدرسة للتعليم الأولي قريبة من القرويين. كانت الطفلة تحفظ بعضا من قصار صور القرآن الكريم وأناشيد أغلبها دينية، ولكن ما حصل عليه البعض لم يكن ليشفي غليلهم، وبقي بلا جواب السؤال الكبير أين تذهب وماذا تفعل الضاوية. لاحظت المرأة
هي التي حرصت طوال تلك السنين على أن تترك مسافة بينها وبين جيرانها جاراتها بشكل خاص، أن بقال الدرب واسمه يوسف من فك يبعث بالإشارة تلو الأخرى يوحي إليها بأنه يريدها، وقد بلغت إشاراته تلك حدا من الإزعاج جعلها تقاطع دكانه. ثم ذات صباح اعترض سبيلها، لا تدري كيف انبعث في ذاك الزقاق الذي كانت تحسبه في خارطة تنقلاتها السرية. وقف مبتسما ثم قال، لا تخافي، أنا قصدي شريف. فهمت منه أنه يمهد لحكاية زواج، ولكنها لا تريد زوجا. ردت عليه قائلة، اسمعني جيدا، أنا لن أصلح لك زوجة. لماذا؟ أنا أحبك. لا تحرجني أكثر، أنا لن أصلح لك زوجة. احمرت وجنة يوسف البقال خجلا أو غضبا وربما هما معا، نظر إليها بعين تنطق أسفا ثم مضى. لم يستسغ الرجل في قرارة نفسه أن ترفضه امرأة فقيرة مثل الضاوية، بينما هو يعلم أن فتيات كثيرات لن ترفضنه إن هو تقدم لخطبتهن. كان لموقفها وقع عميق في صدره، ولعل ذاك ما أجج لديه فضولا لم يستشعره من قبل. آلى على نفسه أن يستكشف حقيقة تلك المرأة التي قيل إنها قدمت من سيدي قاسم. كان مقدم الحي قريبا للبقال يوسف، وكان أول من سيحدثه في شأن الضاوية أم نادية. علم منه أن المرأة تعمل في ورشة للطرز التقليدي، وأن ما هو معروف عنها أنها تدعى الضاوية المتلاتي، وأنها مطلقة وأم لطفلة واحدة يعرفها كل الجيران هي نادية. لم تمض المعلومات التي حصل عليها يوسف من قريبه المقدم أبعد من ذلك، وقد قرر أن يوسع دائرة تحرياته، وسخر لذلك شبانا وعدهم بمكافأة إنهم جاءوه بخبرها. تمكنوا من رصد ورشة الطرز التقليدي حيث تعمل. من باب الصدفة أن يوسف يعرف صاحبة الورشة، كانت امرأة معروفة في فاس البالي مشهودا لها بخبرتها ومهارتها. كثيرات هن من بنات الحي ومن غير بنات الحي اللواتي تعلمن على يدها الطرز التقليدي وفنونه المختلفة. حين ذهب للقاء الحاج خناتة كان الوقت مغربا، وقد خلت الورشة من كل العاملات. حكى لها عن الضاوية وعن رغبته في الزواج منها. تبسمت المرأة وقد أوحت إليه ابتسامتها بأنه يطلب مستحيلا. علم يوسف في غفلة من الضاوية التي حرصت كل تلك السنوات الماضية على أن تتكتم على حياتها الخاصة، أن المرأة جاءت من سيدي قاسم فرارا من زوج عنيف ومن عائلتها التي كانت تحاول الضغط عليها لتعيدها إليه. علم يوسف أيضا من الحاج خناتة أن المرأة لا ترغب في الارتباط بأي رجل آخر، وأنها لم تطلق بعد من زوجها الذي تركته هناك في سيدي قاسم. كانت معلومات ثمينة تلك التي حصل عليها، وقد قرر أن يستثمرها في محاولة إقناع الضاوية. فاجأها ذات مساء وهي خارجة من ورشة الحاج خناتة، تقدم منها، قال لها إنه عرف السر الذي يمنعها من القبول به زوجا. نظرت إليه بعينيها اللتين فتحتا أوسع من حدودهما العادية، وومضتا بما فهم تساؤلا. أردف يوسف أنه مستعد للقاء بأسرتها في سيدي قاسم والتمهيد لترسيم طلاقها من ذاك الزوج العنيف. لم يتوقع ردة فعلها القوية، صرخت في وجهه، اتركني في حال سبيلي، أبعد عن طريقي، أنا لا أريد الزواج. كانت مظلمة الزاوية التي التقي بها، ولعل وجنتاه احمرتا خجلا أو غضبا. تركته ومضت. وصلت متأخرة إلى مدرسة التعليم الأول حيث تترك نادية ابنتها. كانت المعلمة في انتظارها، أبلغتها أن رجلا جاء يسأل عن نادية. كانت الأوصاف التي نطقت بها المعلمة تنطبق تماما على زوجها الذي فرت منه قبل نحو 4 سنوات الآن. لم يكن يعرف نادية، ولذلك لم يصل إليها. أيقنت الضاوية أن ملاذها لم يعد آمنا. على عجل قررت الرحيل، لمت متاعها القليل في حقيبتها، وبعد يومين لم تعد من سكان دوار بطاعة.
كانت قد أبلغت الحاجة خناتة صاحبة ورشة الطرز بقرارها الرحيل بعدما انكشف وجودها. تسلمت منها ما كان من مستحقاتها ثم اختفت. ظنت أنها توارت عن الأنظار حين اختارت السكن في حي بن سليمان. مرت بضعة أسابيع على استقرارها في ذلك الحي. كان ما توفر لديها من مال ينزع إلى النقصان، ولم تكن قد عثرت بعد على عمل جديد. لم تكن في الجوار مدرسة لنادية. ثم في لحظة تمازج فيها ضعفها المادي وتمسكها بالحياة، اختارت أن تتخذ من إحدى غرفتي سكنها البسيط محلا لتعليم البنات أسس الطرز التقليدي. وسرعان ما تقاطرت عليها المتعلمات من دروب مختلفة من حي بن سليمان. لم تكن تعلم أن شهرتها التي سرعان ما طفقت الحي ستجعلها مكشوفة. مرت العطلة الصيفية. الصيف حار في فاس، يجد الناس بعض العزاء في تلك الأمسيات التي تمتد إلى ساعات الليل المتأخرة حين تتراجع الحرارة درجات. وقد دأب الناس على التجول ليلا في المدينة، وذات مساء لم تقاوم الضاوية إلحاح ابنتها التي قالت إن أطفالا في مثل سنها حكوا لها عن ذاك النشاط الذي تعرفه المدينة. لما أنهت الحصة الأخيرة لتعليم الطرز، ألبست ابنتها أجمل ما لديها من لباس وارتدت جلابتها الجديدة. ركبت سيارة أجرة وأمت وسط المدينة. كانت الحركة دائبة والمحلات التجارية مفتحة الأبواب. انصهرت في الجموع. أحست الضاوية بالسعادة تغمر ابنتها. ثم فجأة في الزحام أحست بيد تمسك بذراعها. اهتزت، التفتت وهي تحاول التفلت، ثم وقع بصرها على وجه مألوف ولكنه غاب عنها منذ سنوات. كان وجه والدها. وقفت بينهما الصغيرة نادية تنظر مشدوها. همت الضاوية بالفرار، ولكن يد والدها أدركتها سريعا وأمسكت بها من جديد. تعالي، لا مجال لهروب جديد، الذي تفرين منه انتهى. ستعلم لاحقا أن زوجها العنيف الذي كان مدمنا على الحشيش قد انتهى به الأمر إلى جنون. كان جنونه محققا. عادت إلى سيدي قاسم حيث باشرت مسطرة التطليق. لما انتهت العطلة الصيفية عادت إلى فاس، كثيرات هن اللواتي كن تنتظرنها لتعلم الطرز. من لا يعرف مدينة سيدي قاسم؟ ولكن كثيرين لا يعلمون بوجود سيدي قاسم الزاوية، وهي المدينة التي سبقت شقيقتها سيدي قاسم إلى الوجود بفارق زمني كبير، وهي التي تأوي ضريح الولي الصالح سيدي قاسم بوعسرية، وهي التي رأت الاستعمار الفرنسي يبني غير بعيد منها ذاك التجمع العمراني العصري القريب من محطة القطار، والذي اختار له اسما بوتيجون. اليوم ننتقل إلى أزقة سيدي قاسم الزاوية. في ليلة 9 يوليوز من العام 11 و2000 شب حريق في بيت من الصفيح في أحد الأحياء الشعبية هناك. وقد هب رجال المطافئ وتمكنوا من تطويق النيران ثم إخمادها، ونجحوا في منع انتقال الحريق إلى الدور المجاورة. وقد ساعدهم في تلك الليلة انعدام الرياح واعتدال الحرارة على غير العادة في مثل تلك الفترة من الصيف. كانت تسكن في البيت الذي اندلعت فيه النيران امرأة وحيدة اسمها رحمة كرماوي، مطلقة في 38 من العمر. وكما في كل حوادث الحريق كان رجال الأمن حاضرين، وما أن تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران حتى دخل رجال الشرطة يتقدمهم رئيس دائرة الأمن، وما أن تقدموا بين أنقاض ذاك السكن الصفيحي حتى اكتشفوا جثة امرأة بدا أنها ماتت مختنقة بالدخان الذي اكتسح كل أرجاء الكوخ. لم تكن النيران قد بلغت إليها. لما حملت الجثة إلى الخارج أجمع المتحلقون حول المكان من الجيران أنها صاحبة الكوخ رحمة كرماوي. حملت الجثة إلى مستودع الأموات، بينما واصل رجال الأمن البحث بين الرماد عما يبوح بسبب الحريق، كيف ومن أين انطلق. وكان رئيس فرقة الإطفاء قد لمح إلى أن الحريق قد يكون اندلع بفعل فاعل، وإن كان الجزم بذلك لا يمكن أن يتم إلا بالاستناد على أدلة.
في جملة الأشياء التي تم العثور عليها بين الحطام ولاعة حمراء. كانت ولاعة عادية اكتشفت في بقعة لم تلتهمها النيران، أخذها العميد واحتفظ بها ضمن بعض الأشياء الأخرى. وبينما واصل أفراد من فريقه عملية النبش والبحث، توجه العميد إلى المستودع البلدي للأموات في سيدي قاسم. كان الطبيب الشرعي بصدد فحص الجثة، كانت تحمل في عنقها آثارا تشي بأن المرأة لم تمت مختنقة بدخان الحريق، بل إن شخصا ما قام بخنقها حتى الموت. أكد الطبيب الشرعي أن المرأة قاومت من قتلها، وأنه اكتشف تحت أظافرها ما يفيد بذلك. أضاف أنها ربما تعرضت للاغتصاب أيضا. طلب العميد من الطبيب الشرعي كشط تلك البقايا الجلدية من تحت أظافر الضحية، وكشط ما قد يكون علق بمهبلها، بغرض إخضاع الكل لتحليل في المختبر العلمي للشرطة. في ذلك الحي من سيدي قاسم الزاوية، عمل الباحثون على جمع القدر الأكبر من المعلومات حول الضحية وحول علاقاتها والأشخاص الذين كانوا يترددون على مسكنها. وقد علموا أن الشخص الأكثر ترددا على ذلك المسكن رجل يعمل في محطة القطار اسمه مبارك عليلو. في 8 من صبح اليوم الذي تلا حريق سيدي قاسم الزاوية، توجه أحد الباحثين إلى محطة القطار بسيدي قاسم. لم تكن هناك صعوبة في الوصول إلى مبارك عليلو الذي كان يعمل منظفا لعربات القطار. تم إحضار الرجل إلى مقر المفوضية، حيث أحاط به 3 من الباحثين يطوقونه بأسئلتهم التي تناولت كل تحركاته في الساعات التي سبقت حريق منزل رحمة كرماوي وتلك التي تلت الحريق وعلاقته بالمرأة. سريعا اعترف الرجل الذي اقترب من 50 بأنه كان على علاقة غرامية بالهالكة منذ أكثر من عام. اعترف أيضا بأنه دخل معها في خصومة بسبب تعاطيها الدعارة. قال إن أصدقاءه في العمل كانوا يعيرونه بذلك، فقرر أن يقتلها انتقاما لكرامته. اعترف بأنه قام بخنقها حتى الموت. التحق العميد بالباحثين، كانوا لا يخفون انتشاءهم، فقد تمكنوا من الحصول على اعترافات القاتل وفي وقت وجيز. تقدم العميد من الرجل مبارك عليلو وطلب منه أن يصف له كيف قام بخنق رحمة. رد عليلو بأنه جاءها من الخلف وطوق رقبتها بيديه، ولم يرسلها إلا وقد فارقت الحياة. بالنسبة للعميد، كانت أقوال مبارك تشي باعترافات وهمية، ولذلك غادر القاعة وطلب من أحد الباحثين أن يأتي بمبارك إلى مكتبه. بعد دقائق معدودات كان مبارك عليلو في مكتب العميد، الذي طلب من المفتش الذي رافقه أن ينصرف ويغلق الباب. طلب العميد من الرجل أن يجلس على كرسي مقابل لمكتبه وأن يقول الحقيقة، جعله يستشعر اطمئنانا. وما لبث أن أقر بأنه لم يقتل رحمة، وإنما اعترف بأنه قتلها لأن ضغط أسئلة الباحثين عليه كان قويا، فأراد أن يستريح منهم بالاعتراف بأنه من قتلها. طلب العميد من مساعديه العودة إلى سيدي قاسم الزاوية والسعي لدى جيران الهالكة لمعرفة من كانوا يترددون على مسكنها، وأن يطرقوا كل الأبواب. مع امتثالهم لتعليمات العميد، فإن المفتشين كانوا يرون أن ما هو مطلوب منهم جهد إضافي ربما لم تكن هناك حاجة إليه، ما دام مبارك عليلو قد اعترف بأنه من قتل رحمة وأقر بأنه فعل ذلك انتقاما لكرامته. كان العميد يرى أن مبارك بريء من قتل رحمة. لم يكن الرجل يحمل أي أثر على وجهه أو عنقه أو يديه، بيد أن فحص الجثة أكد أن المرأة قاومت من اغتصبها وخنقها، والمؤكد أن القاتل سيكون حاملا لأثر ما يدل على تلك المقاومة من أجل النجاة من الموت. علم الباحثون من أحد الجيران أن الهالكة كانت تستقبل من حين لآخر في سكنها ابن أخ لها يعرف لدى سكان سيدي قاسم الزاوية بحميد الطرو، كان شابا متسكعا مدمنا على الكحول. علم الباحثون أيضا أن كثيرا من الجيران يشكون في أن يكون ابن أخ حقيقي لها،
وأنه ابن زينة. لم يتمكن الباحثون من العثور عليه، فصدرت تعليمات إلى كل العاملين في مصلحة الشرطة القضائية للقيام بحملة تستهدف المشردين المعروفين في تلك المنطقة. لم يكن اضطروا بين من جيء بهم، ولكن استجواب كل واحد منهم على حدة مكن من تحديد المكان الذي يأوي إليه ذاك المبحوث عنه حين يكون قد تناول كميات كبيرة من الكحول. على الفور انتقل العميد ومفتشان إلى ذلك المكان. كان حميدة هناك متكئا على جدار بناية قديمة يتناول طعاما. فاجأوه وهو في كامل وعيه. أبلغه العميد بأنه من الشرطة. أجري عليه تفتيش جسدي، وعلى الفور لاحظ العميد أنه يحمل خدوشا عميقة في عنقه، وعندما كشف عن صدره وظهره اكتشف خدوشا أخرى. بالنسبة للعميد فإن تلك الخدوش تعني أنه وقع على قاتل رحمة كرماوي. اقتيد الشاب إلى المفوضية في غرفة البحث، وقبل الشروع في استنطاقه اقترب منه العميد وأخرج من جيبه الولاعة الحمراء، تلك التي تم العثور عليها بين حطام مسكن رحمة. نظر الشاب إلى الولاعة. كان العميد يراقب ردة فعله، كان يتوقع أن يتجاهل القصد من عرض الولاعة الحمراء عليه، ولكن حميد الطار فاجأه كما فاجأ المفتشين الحاضرين باعترافه بأنه من قتل رحمة. وصف للمحققين كيف خنقها وكيف اغتصبها، وبأنه تجاهل قولها إنها عمته. جاء في أقوال حميدة كرماوي المعروف بالطر أن رحمة كانت تكرهه وأنها كانت تعيره بأنه ابن زينة. قال إنها تسببت في توقفه عن الدراسة بعدما مات والده الذي لم يقل له مرة أنه ليس والده. اعترف أنه بعدما خنقها واغتصبها أراد أن يمحو كل أثر لعبوره من المسكن بإضرام النار. كانت معه قنينة من الكحول أفرغ محتواها بشكل عشوائي ثم أشعل النار بولاعته الحمراء، تلك التي لم ينتبه إلى وقوعها منها، تلك التي التقطها العميد. تم تقديم حميدة كرماوي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتهم الاغتصاب والقتل وإضرام النار عمدا. على الطريق التي تمر بمحاذاة المصحة في اتجاه المنطقة الصناعية لبرشيد، تعرض عدة أشخاص خلال شهر فبراير من العام 2000 لاعتداء قام به شخص يعترض سبيلهم ويسلبهم تحت تهديد مدية من الحجم الكبير ما يكون معهم من مال أو أشياء ذات قيمة. كان أغلب الضحايا من النساء العاملات في المنطقة الصناعية. بلغ عدد الشكايات التي تقدم بها الضحايا 4 أو 5 شكايات، وقد لوحظ أن تلك الاعتداءات تقع بين 6 صباحا و7:30. اعتداء واحد مما تم الإبلاغ عنه وقع في المساء بعيد 6:30. كانت عملية الاعتداء تتم وفق سيناريو واحد يتكرر، هو الشخص نفسه الملثم يباغت ضحاياه الذين ينتقيهم بعناية لا تخفى. كل الذين اعتدى عليهم وسلبهم ما لديهم كانوا يسيرون فرادى أو منعزلين عن العابرين لذلك الطريق. يخرج من لا مكان، من وراء شجرة أو من منطقة ظل، يمسك بضحيته ويهددها بسكينه الكبير، وما أن يحصل على الحقيبة اليدوية أو الهاتف النقال حتى يختفي. حسب ما أدلى به المشتكون فإن اللص شاب يقارب طوله 1.80 متر، يميل إلى أن يكون نحيفا، وهو ما يمنحه تلك السرعة في الحركة. ينتعل حذاء رياضيا أبيض به خطوط زرقاء. أجمع الذين اشتكوا على أنهم لم يتمكنوا من رؤية وجهه إذ كان ملثما ويضع على عينيه نظارتين شمسيتين. لم يكن في تلك الإشارات ما يمكن من الوصول إليه. الكمائن التي نصبت له لم تأتي بنتيجة تذكر. لم يكن هناك من شك في أنه كان يراقب المكان، وكلما بدت له حركة غير عادية أمسك عن التحرك. لاحظ الباحثون أن الأحذية الرياضية البيضاء التي بها خطوط زرقاء مستعملة على نطاق واسع لدى الشباب، ك
كما هم كثيرون ذوو القامات التي تقترب من المتر وثمانين سنتيمترا. في جملة ما تم تسجيله أن أيا من الضحايا لم يصب، لم تثمر الأبحاث، ثم توقفت الاعتداءات التي كانت تحدث على تلك الطريق التي تفضي إلى المنطقة الصناعية بعد أن تمر بمحاذاة المصحة. مر شهر ثم شهران، وفي مارس سجلت شكاية من رجل تعرض لسلب حافظة نقوده وهاتفه النقال بالقرب من محطة القطار. قال إن شخصا ملثما ويضع نظارتين شمسيتين على عينيه فاجأه بعد أن غادر المحطة وبينما كان يسير باتجاه شارع مولاي إسماعيل. قال إن كل شيء تم بسرعة كبيرة. كان فيما قدمه المشتكي من أوصاف ما يدفع إلى الاعتقاد بأن اللص قد عاد من جديد. في الأيام التي تلت وقع اعتداءان، في كل مرة كان يسري الحديث عن مدية كبيرة يهدد بها اللص ضحاياه. في العاشر من مارس من العام 2000 في محطة التاكسيات الكبيرة التي تربط برشيد بالدار البيضاء، وكان يوم اثنين، كان العربي بهادي المتقاعد من أسلاك الشرطة يهم بركوب إحدى سيارات الأجرة تلك. كان يريد إلى الدار البيضاء لإجراء فحوص طبية. جلس في المقعد الأمامي. الساعة تشير إلى 11. كان المنادي يصرخ بأعلى صوته معلنا عن عدد المقاعد الباقية قبل انطلاق الرحلة. كان له صوت جهوري يخترق السمع، وكان تكراره لعدد المقاعد يجعل المنتظرين يحسون بأن الساعة أبطأت دورانها. ثم جاء شاب مديد القامة يحمل في يده كيسا بلاستيكيا، فتح الباب الأمامي. اقترب العربي بهادي إلى جهة السائق، ثم دفع الشاب مديد القامة بوسطه إلى المقصورة. وضع الكيس البلاستيكي بمحاذاة رجليه بينما مضت يده اليسرى وراء رقبة العربي بهادي وأمسكت بمسند رأس السائق. كان يبدو وكأنه يعانقه، لم ينطق بكلمة. وقد استغرب العربي أن الشاب لم يضع كيس البلاستيك الذي يحمله في صندوق الأمتعة، ثم قال لنفسه في نهاية ذلك شأن يعنيه هو. ولكن فضول رجل الشرطة راوده، تساءل وقد لفت انتباهه حرص ذلك الشاب على ما في الكيس البلاستيكي. ألقى ببصره نحوه، بدا له أن به حقيبة يد كتلك التي تحملها النساء. تساءل وقد لاحظ أن لامرأة رافقت الرجل في تلك الرحلة، تساءل عن السر. كان تلفت الشاب الذي يكثر كلما توقفت سيارة الأجرة يؤجج أكثر فأكثر فضول الشرطي المتقاعد. ظهر من الكيس البلاستيكي ما يشبه قبضة مدية كبيرة. لم يتمالك العربي بهادي نفسه، اقترب إلى أذن الجالس عن يمينه وسأله: ذلك الذي في الكيس هل هي مدية؟ نظر إليه الشاب نظرة لم تخلو من استغراب ولا من تهديد، ثم قال: وما شأنك أنت؟ شأني أنني ربما قتلت عند أول فرملة مفاجئة، كان عليك أن تضع ذلك الكيس في صندوق الأمتعة. احمرت عينا ذلك الشاب، نظر مطولا في عيني الشرطي المتقاعد وقال له: لولا وجودنا في التاكسي لكان لي معك تصرف آخر. هل تهددني؟ أهددك، نعم أهددك، وإذا لم تلزم الصمت هشمت وجهك. ضحك العربي بهادي. كان ذلك الذي هدده ينظر جهة الشارع. ظل سائق التاكسي صامتا، ثم جاء من المقعد الخلفي صوت يعيب على ذلك الشاب ما قاله في حق الرجل. قال الصوت: ألا تستحي؟ إنه رجل في عمر أبيك أو يزيد. حاول ذو القامة المديدة أن يستدير. في المرآة ظهر للعربي أن الذي نطق دون الآخرين هو ذلك الرجل ذو اللحية البيضاء الذي يتوسط الأربعة الراكبين في الكرسي الخلفي. لم يكن يقوى على الحركة ولكنه تكلم. خاطبه العربي: ها أنت ترى هذا الزمن الرديء الذي بلغناه. نطق الذي هدد: الرداءة أنتم وأمثالكم السبب فيها. كانت السيارة تقترب من بوسكورا. بدا للشرطي المتقاعد أن الأمر يتطلب القيام بما يردع هذا الجالس بجانبه.
أحس به يضغط عليه ويدفع به نحو السائق. رأى العربي دورية للدرك، طلب من السائق أن يتوقف، حاول أن يتجاهل ولكنه أصر. في نهاية الأمر توقف بمحاذاة سيارة الدرك، لم يدعه الذي بجانبه ينزل. لما رأى أحد الدركيين ذلك التدافع اقترب، نزل السائق وقال له إن الاثنين من فكا يتبادلان السب والشتم، وإن أحدهما يحمل في متاعه مدية كبيرة. تقدم الدركي إلى الباب وفتح، خرج الشاب مديد القامة، ثم أخذ الكيس البلاستيكي الذي معه. إذ ذاك فقط نزل العربي بهادي، قدم نفسه للدركي ثم مضى مباشرة إلى الموضوع. قال إن سبب خلافي مع هذا النذل أنني نبهته إلى أن المدية الكبيرة التي يحمل في متاعه قد تسبب قتلنا إذا ما اضطر سائق التاكسي لفرملة مباغتة. كان الشاب ذو القامة المديدة صامتا، ولعله فوجئ بأن خصمه ذلك الرجل الذي ابيض شعر رأسه كان ضابطا في الشرطة. طلب الدركي من الشاب أن ينظر ما بداخل الكيس، مده إليه ثم أطلق ساقيه للريح. ركض وراءه الدركي الآخر، كان سريعا. في الاتجاه المعاكس شبان ماضون إلى مصنع قريب. لما رأوا الدركي يلاحق ذلك الهارب اعترضوا سبيله، حاول مراوغتهم ولكنه وقع في قبضتهم، أمسك به الدركي وصفده. في تلك الأثناء لحق به زميله ومعه الضابط المتقاعد. في مركز الدرك تم تفقد ما في ذلك الكيس البلاستيكي، مدية من الحجم الكبير، حقيبة يدوية نسوية، وثوب له شكل عمامة سوداء. في بطاقة تعريفه الوطنية اسمه مراد العشار، يسكن الدار البيضاء في حي سيدي معروف. قال إنه عاطل عن العمل منذ فترة. لم يجد الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما ما يبرر به وجود تلك المدية. وفي الحقيبة اليدوية النسوية تم اكتشاف 3 هواتف نقالة ومبلغا ماليا يقارب 500 درهم. تم ايضا اكتشاف وثائق صاحبة الحقيبة، امرأة تعمل في المصحة القريبة من المنطقة الصناعية، لم تكن قريبته ولم يكن لديه ما يبرر حيازته لتلك الاشياء. خلال الاستماع اليه اعترف بانه منذ ان فقد عمله في مقاولة للصباغة في الدار البيضاء بدأ يتعاطى لاعتراض سبيل المارة في برشيد حيث لا يعرفه احد. كان يهدد ضحاياه ويسلبهم ما بحوزتهم من اشياء ثمينة يقوم ببيعها. كانت اعترافاته تتقاطع تماما مع ما تضمنته الشكايات التي تلقتها مصالح الامن في برشيد. إلى زمن قريب قبل افتتاح الطريق الساحلية كان مركز باب برد على الطريق بين شفشاون والحسيمة محطة استراحة للمسافرين. خلال أشهر العطلة الصيفية يعرف المركز اكتظاظا ويعسر العثور على طاولة في واحد من المطاعم الشعبية التي اصطفت على جانبي الطريق. في فصل الشتاء حين تتساقط الثلوج ينكفئ المركز على نفسه وتقل الحركة. إلى زمن قريب كان الناس في باب برد يتعارفون، هم أبناء مداشر وقرى مجاورة، غالبا ما كانت بينهم روابط قرابة ومصاهرة أو عداوات قديمة لم يظفر أصحابها بثأر. الأجيال التي نشأت على استعمال السيارات رباعية الدفع بدل الدواب تعد حكايات العداوات تلك من أساطير الأولين ولا توليها كبير اهتمام في الظاهر على الأقل. الذين عبروا من باب برد صيفا لمسوا جو الزحام الذي يعم حول المطاعم حين تتوقف الحافلات الماضية إلى الحسيمة أو الناظور، وحين تتوقف سيارات النقل السري التي تنافسها. حين يلتقي الزحام بحرارة تأتي من الشمس ومن الصخر والإسمنت المسلح الذي اكتسح المكان، لكم أن تتصوروا المشهد. هو المشهد ذاته الذي ظهر فيه وجه جديد يتسول المسافرين دريهمات ومن المطاعم ما يفضل في صحون الزبناء. لم يكن وجها من متجر قريب ولا قال أحد إنه يعرفه،
أغلب الناس في مركز باب برد لم ينتبهوا إلى وجوده إلا بعد أن انقضى صيف العام 2000 وجاءت طلائع خريف يبشر بشتاء. تكهن الفلاحون ممن يعرفون منازل القمر بأنه سيكون باردا. في البدء لم يسأل عنه أحد، ثم لما بدأت تخف الحركة ولم يعد زحام في باب برد ولا حول مطاعمها صار حضوره يستفز الفضول. كان الرجل الذي قدر بعضهم أن يكون في 30 يختفي قبل أن يجن الظلام. لم يكن يكلمه أحد ولا أحد يكلمه. يذكر عبد الله بران الذي يعمل مساعد جزار أنه سأل الغريب مرة عن اسمه، قال إنه ظل يحملق في وجهه بعينين شاردتين ثم ألقى بكلمة شماعية. بالنسبة لعبد الله ذي 23 ربيعا فإن تلك الكلمة لم تكن تعني شيئا، وكذلك صار ينادى على ذلك الشاب ذي البنية الضئيلة الشمعة، وصار مع مرور الوقت يستجيب لمن يناديه بذلك الاسم، ولم يعد ينهره كثيرون ممن كانوا يفعلون من الندل والمستخدمين في المقاهي والمطاعم، بل إن منهم من صار يحتفظ له بما يفضل من طعام. في أواسط شتنبر سقطت الأمطار الأولى على باب برد. الملابس التي يرتديها الشمعة اتسخت ولن تجدي نفعا في مواجهة برد قارس لم يرى مثله قط. من القلائل الذين يعلمون أين يأوي الشمعة حين يأتي المساء رجل يناديه الجميع بعم حميدو، يسكن غير بعيد عن الطريق الرئيسية التي تخترق باب برد. لم يكن من ملاك المطاعم، ولكنه كان ميسور الحال ينفق بلا إفراط أو إسراف. عدا المنزل الذي يسكنه كان عم حميدو يملك أرضا يحدها منتزه تزلافين بها حظيرة خربة كانت تستعمل ذات زمن لإيواء المواشي. مر من هناك قبل بضعة أسابيع فاكتشف الشمع نائما فيما بقي قائما من تلك الحظيرة، وقد افترشت ابنا أتى به من كومة كانت في الجوار. لم يوقظه. يظن عموم الناس في باب برد أن الشمعة مجنون أتى من مكان لا يعلمه إلا الله، ولكن عم حميدو الرجل الطيب قرر أن يعامل ذلك الشاب معاملة مختلفة. وكذلك اكتشف الشمعة ذات مساء من أواخر شتنبر أن أحدهم جاء بقطع من البلاستيك وأغلق تلك الفتحات التي كانت نوافذ. اكتشف الشمعة أيضا بطانيات قديمة في ركن من المكان، وفي قفة نسجت من الدوم كمية من التين المجفف. ليلتها أحس الشمعة بدفء افتقده منذ فترة. كان الشاب الغريب يغيب عن الشارع في باب برد حين تكون الأمطار غزيرة، ولعله اعتاد أن يجد في ذلك الركن من البناء الخراب الذي يأوي إليه بعض الطعام من حين إلى آخر. في أوائل نوفمبر نزلت الثلوج الأولى، يعني له ذلك أنه لن يستطيع أن يبرح مكانه. في القفة بقية من شريحة. لم يتصور يومها أن يأتي أحد إلى ذلك البناء الخارب المحاذي لمنتزه تزلافين. كان الليل باردا وكانت الكلاب في الجوار تنبح نباحا يشبه عواء الذئاب. لعله لن ينسى تلك الليلة. في الصباح قبل أن ينهض من مكانه سمع وقع خطى داخل محيط الخربة. لف جسمه الهزيل بالبطانيات وترك فتحة تسع أنفه ليتنفس وعينيه ليرى. وقع الخطى يقترب. يسمع الحشائش المبتلة تنثني تحت رجلي القادم. ثم توقف الخطو. من مكانه يسمع لهاث الذي دخل الخربة. ثم استؤنف الخطو. بدا له أن الذي دخل يعرف مقصده. ثم في الفتحة الكبيرة التي تقوم مقام الباب ومن حيث يأتي ضوء الصباح وقف شبح بلا ملامح، جلابة صوفية بيضاء. ثم جاء صوت الشمعة. هل أنت هنا؟ لا جواب. غير بعيد انطلق مسترسلا نباح كلب. الشمعة لم يرد وظل متكوما في بطانياته. أنا أعرف أنك هنا، لا تخف، أنا عم حميدو. لا يشك في أن الشمعة ذاك الذي يقولون عنه مجنون يعرفه، لا يتوقع منه شرا.
تقدم الجلباب الأبيض، ولما رآه الشمعة آت إليه استوى جالسا، ولكنه لم يغادر بطانياته. الآن صار يرى ملامح العم حميد الذي تقدم نحوه ثم جلس على ركبتيه. الجو بارد ليس كذلك؟ حرك رأسه موافقا. هل أكلت شيئا؟ لم يرد وظل يحدق في وجه العم حميد. لا تخف، أنا هنا لأساعدك. قل لي يا ولدي، أنا أسمعهم ينادونك الشمعة، فما هو اسمك؟ لزم الصمت. أنفه احمر من البرد وعيناه تلمعان في عمق الفتحة التي تطلان منها. من كيس كتبت عليه بالأزرق ماركة دقيق قمح طري، أخرج العم حميد خبزتي شعير ثم قنينة بلاستيكية لمشروب غازي ملأها بزيت الزيتون، ثم قال للشاب الذي لم يتحرك: هذا الخبز وهذه الزيت لمواجهة البرد، سآتيك بالمزيد إن رغبت في ذلك. أزاح الشاب الغطاء عن رأسه، ظهر وجهه كاملا، طال شعره وغطت وجهه لحية سوداء كثة. ما اسمك؟ كرر العم حميد قبل أن يضيف: من أين أتيت؟ حسب أن الشاب لن يرد عليه، ولكن المفاجأة حدثت. جاء صوته مبحوحا يقول: أنا عبد القادر، عبد القادر، أنا من الشماعية. ذهل العم حميد وهو يسمعه للمرة الأولى، ثم سأله: أين تقع الشماعية يا بني؟ في صوت العم حميد دفء لا يخفى: الشماعية بعيدة الآن. لم يرغب العم حميد في الإلحاح عليه، يعلم أنه سيعرف منه أكثر في مقبل الأيام. بعد ذلك اللقاء صار العم حميد الوحيد الذي يناديه باسمه عبد القادر، الآخرون ظلوا ينادونه الشمعة. جاءه العم حميد ببعض الحطب وأعطاه جلابة صوفية قديمة استغنى عنها، وفي كل مرة يزوره كان يأتيه بطعام وخبز يكفيه لبضعة أيام. كذلك استطاع الغريب أن يجتاز بسلام شتاء العام 2000. في فبراير من العام 2000، بينما كان الشاب يجول بين مطاعم مركز بابرد، توقفت حافلة للمسافرين، وكان الشاب قد اعتاد أن يتسول المسافرين ما يشتري به بعضا مما يحتاج إليه. كان ينتظرهم وهم نازلون من الحافلة، أو يطوف عليهم وهم يجلسون إلى موائدهم في المطاعم. كان الوقت ظهرا ذاك 16 من فبراير حين توقفت تلك الحافلة. أعطاه بعض المسافرين دريهمات وصد عنه كثيرون، ثم فجأة جاءه صوت امرأة: عبد القادر. لم يلتفت، لعله لم يصدق أو هو لا يريد أن يصدق. عبد القادر. في المرة الثانية التفت، لم يرى أحدا، ولكن الصوت جاءه ثالثة يقول: أنا هنا، أنا هنا. رفع نظره من نافذة فتح جزءها الأعلى، وظهر له وجه لم يتعرف إليه. اختفى الوجه من النافذة، وفجأة ظهرت بباب الحافلة امرأة بها بدانة. ظل مكانه واقفا: ألم تعرفني؟ ولما لم يجب قالت له: أنا جارتكم ميلودا. ظل ينظر إليها مندهشا. أضافت المرأة: أمك تبحث عنك في كل مكان. لن أعود، قال لها، أنا لا أريد أن أسجن، أنا قتلته حتى تحيا هي في أمان وسلام. ضحكت المرأة، بدا مستغربا. مر بجواره أحدهم فناداه: الشمعة، ولكنه تجاهل النداء. اسمع يا عبد القادر، الرجل لم يمت وقد طلقها وغادر الشماعية. قبل أن تكمل حديثها وقف عندهما العم حميد. هل عثرت على عائلتك يا عبد القادر؟ نظر إليه بعينين بهما دموع وعلى شفتيه ابتسامة تتمنع: نعم عم حميد. وعد المرأة بالعودة إلى الشماعية وهي تركب الحافلة إلى الناظور. عصر ذلك اليوم جاء عنده العم حميد، جاءه بطعام وبلباس نظيف. يومها علم منه حكايته،
علم منه أنه هرب من الشماعية بعد أن ظن أنه قتل زوج أمه الذي كان يذيقها مر الحياة بعد أن استحوذ على ما ورثته عن والده. قال إنه فضل التظاهر بالجنون حتى لا يسأله أحد، ولكنه اعترف للعم حميد بأن طيبوبته كسرت حصن الصمت الذي لاذ به.